بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هحاول إن أنا أشرح بسرعة كده الجزء اللي هو الخاص بالتفاضل. معلش أنا هشرحه بسرعة لسببين، أول حاجة عشان الوقت يعني، وفي نفس الوقت برضك إن أنا طولت في الفيديو اللي فات يعني، فهحاول إن أنا أختصر الكلام. هنتكلم عن تفاضل المعادلات، بس محتاج في الأول تفهم يعني إيه معادلة. طيب ببساطة كده عايز أديك مثال. أنا مثلا دلوقتي واحد، والله المعادلة بفكرتها يعني إن أنا بحاول أوصف الحاجة اللي أنا بعملها دي بشكل رياضي، تمام كده؟ يعني كمثال مثلا أنا واحد والله كل يوم، أو أنا يعني واحد لو قعدت في يوم مثلا ممكن أخلص 5 صفحات، بقرا 5 صفحات، تمام؟ فلو جيت سألتك أنا مثلا في يومين ممكن أقرا قد إيه؟ هتيجي تقول لي أه والله أنت في يومين هتقرا 10 صفحات، لأن أنت كل يوم تقرا 5 صفحات، فخمسة بلس خمسة. أو تقول لي مثلا إيه اللي هو 5 صفحات في يومين؟ هيطلع لك برضك كام في 2 يعني؟ أنا مكتب بالشمال عشان متعود على الإنجليش، معلش. أطلع لك إيه؟ 10 صفحات، تمام؟ طيب هل أنا ممكن أحط الكلام ده بشكل معادلة بشكل رياضي يعني، بحيث إن أنا مثلا أعمل معادلة، المعادلة دي أنا بحط فيها عدد الأيام وهي مثلا تقول لي أنت هتخلص كام صفحة، تمام؟ يعني مثلا بمعدل حاجة شبه كده ممكن أعرف أخلص كتاب معين في قد إيه؟ يعني هديكم مثال. أنا مثلا دلوقتي المثال اللي إحنا شغالين عليه ده، انا احط المعادله دي ازاي؟ عدد الايام بتاعتي او عدد التوتال صفحات يعني هو الصاد مثلا، ده بيساوي انا بخلص كام الثابت بتاعي اللي هو الخمسه، تمام؟ وده والسين هي بالنسبه لي عدد الصفحات اللي هي في اليوم يعني. عدد الايام، او معلش ده كده عدد الايام، وده توتال الصفحات اللي انا هقراها في عدد الايام المعين ده. طيب لو انا فرضت مثلا قلت لك والله انا عايز اعرف عدد الصفحات اللي انا هقراها في 5 ايام، هتيجي تعمل ايه؟ هتقول لي اه عدد الصفحات اللي هقراها اللي هي الصاد بتساوي خمسه في 5 ايام، تمام؟ فهيطلع لك الكلام ده كام؟ هيطلع لك 25. وفعلا لو انت كنت حسبتها يعني بدماغك هتلاقي ان هي بتطلع ايه؟ على الصفحه اللي انت هتعملها هتبقى 25. طيب مثلا لو قلت لك والله انا عايز اعرف على الصفحات اللي انا هعملها في 10 ايام، هتقول لي اه انت بتقرا كل يوم 5 صفحات، طيب والسين بكام المره دي؟ اه السين ب 10 المره دي، هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 50 صفحه، تمام؟ 50 صفحه. فبناء عليه انا دلوقتي حطيت الفكره اللي كانت في دماغي دي في شكل معادله، تمام؟ المعادله بقى لو ممكن تجيب لها بقى التفاضل بتاعها، والتفاضل ده بيعبر عن مقدار التغير، يعني انت كل يوم بتتغير مقدار قد ايه. يعني تعالى مثلا ندي مثال تاني على نفس الفكره يعني. انا والله قلت لك ان انا على الصفحات اللي انا بخلصها في اليوم هي 2، تمام؟ والسين بالنسبه لي هي عدد الايام، حلو كده؟ فبالتالي لو جيت سألتك مثلا أنا في 10 أيام ممكن أخلص كام صفحة؟ هتيجي تقول له 10 أيام هتقدر تخلص فيها 2 في 10 هيديني 20 صفحة، تمام كده؟ أنا كده عملت المعادلة بتاعتي اللي بتوصف الموضوع ده. فبالتالي مثلا لو أنا عندي كتاب 100 صفحة، أنا ممكن أعرف أنا ال 100 صفحة دي لو أنا جيت عوضت بقى عدد الصفحات. هي بصوا بقى الحق الجميل في الموضوع بقى، أنا لو جيت مثلا جيت قلت إيه عايز أحط عدد صفحات معين وأشوف أنا هخلصه في كام يوم، مش دي عدد الصفحات ودي الأيام، المره دي هعوض بصاد، اقول مثلا الصاد المره دي انا عايز اعرف اخلص، بص انا عايز اخلص كتاب 100 صفحه، تمام؟ طب اخلصه في كام يوم؟ انا عايز اعرف السين المره دي بكام، تمام؟ هناخد الاثنين دي نقسمها الناحيه الثانيه، فهتبقى س بتساوي 100 على 2، يبقى السين في الاخر بتساوي كام؟ السين في الاخر بتساوي 50. يبقى انا كده عرفت ان انا محتاج 50 يوم عشان اخلص الكتاب ده، لان انا في اليوم الواحد بخلص صفحتين، تمام؟ طب هل انا ممكن احط الكلام ده بشكل جراف مثلا او حاجه زي كده؟ اه طبعا. يعني تعالى كده نبص، دي المعادله ان الواي بتساوي 2 اكس، اللي هي الواي هنا اللي هي السين يعني، و2 اكس اللي هي ايه؟ الاثنين دي هو الثابت الحاجه اللي بخلصها اللي هي عدد الايام، طبعا ممكن اغيره زي ما انا عايز، والاكس ده هو ايه؟ الايام يعني. تعالى مثلا دلوقتي ده بالنسبه لي الكيرف بتاعي اللي هو الصاد بتساوي 2 سين، تمام؟ بص كده ده عدد الايام. لو انا مثلا قلت لك انا في يوم هخلص قد ايه، لو احنا جينا قربنا كده هتلاقي ان انت في يوم هتخلص صفحتين. بص اهو السين اللي هي واحد يوم هتخلص عدد البيجز اللي هي الصاد باتنين، تمام؟ طب انا على مدار مثلا زي اللي حسبناه من شويه مثلا ال50 يوم، انا فعلا تعال نزود بس الرينج ده خليها لحد 50. المفروض ان احنا قلنا عند ال50 يوم انا هكون خلصت 100 صفحه، تعال نتاكد ان الكلام ده صح ولا لا. هنا اهو عند ال50 يوم انا خلصت قد ايه؟ اهو عند 50 يوم انا هتخلص 100 صفحه وهكذا. فانت دلوقتي بالمعادله دي ممكن توصف تحط عدد الايام اللي انت محتاجها ويطلع لك فيها عدد الصفحات اللي انت هتخلصها، تمام؟
طيب ايه اهميه المعادلات بالنسبه ليك انت يعني كمحاسب يعني وحاجه زي كده؟ لا مهمه جدا، خصوصا في الاكسل شيتس والحاجات دي. يعني انت ممكن بمعادله واحده ممكن تخلص جزء كبير جدا في الاكسل شيت، والاكسل شيت بتاعك يبقى حاجه اوتوماتيك شغال لوحده، يعني مش محتاج ان انت تقعد تحسب الحاجات بنفسك. يعني تحط الفانكشنز الاساسيه او الفانكشن اللي هي المعادله، يعني تحط المعادله الاساسيه والمعادله دي تبدا تتنفذ على الاكسل شيت بتاعك وتطلع لك النواتج اللي انت عايزها يعني. تمام. طيب هنبدا بقى نشوفه يعني ايه التفاضل. التفاضل ببساطه هو بيقول لك معدل التغير يعني بين خطوه وخطوه تانية انا هزيد بمقدار قد ايه. يعني هديكم مثال على اللي احنا كاتبينه بالظبط. تعالى كده نعمل بقى ايه حته معدل التغير دي لوحدها اهي، نعملها بالازرق. ماشي. انا دلوقتي المعادله بتاعتي كانت كالتالي، ان الصاد بتساوي 2 س. حلو كده. لما في يوم واحد انا هخلص، تعالى كده عند الصاد، عند السين قصدي، بتساوي واحد. الصاد بكام؟ الصاد باتنين، او عوض عن السين بواحد لان الصاد تطلع معاك باتنين. طب عند السين باتنين، الصاد بكام؟ الصاد باربعة. طب عند السين بتلات ايام، الصاد بكام؟ الصاد هتديك تلاتة في اتنين بستة. تمام. عند السين 4 ايام، الصاد بكام؟ هيديني الصاد ب 8. حلو الكلام ده؟ طيب انا بقى عايز اعرف لو انت خدت بالك ان مقدار الزياده اللي بيحصل ان هو 2. يعني بص، 2 زائد 2 4 زائد 2 6 زائد 2 ايه 8. يعني انت خدت بالك ان مقدار التغير اللي بيحصل او مقدار الزياده اللي بتحصل عندي اللي هي 2. طب هل انا ممكن اجيب المقدار ده على طول من غير ما اقعد اكتب الكلام ده واوصفها؟ طبعا مقدار التغير اللي هو ده. تمام. طب بجيبه ازاي؟ بان انا اجيب المشتقه اللي هو معدل التغير الصاد، بيحصل تغير قد ايه في الصاد بناء على التغير في السين. يعني زي الكيرف اللي كان موجود، انا دلوقتي عند لو الاكس بواحد يعني السين بواحد، حصل تغير قد ايه في الصاد؟ حصل تغير مرتين، يعني الواحد في السين عطاني 2 في الصاد. طيب لو 2 في السين عطاني كام في الصاد؟ عطاني 4 في الصاد. فبالتالي انا عندي هنا مقدار التغير بتاع السين بالنسبه للصاد اللي هو الاثنين. اهو ده بقى، هو ده التفاضل، هو دي المشتقه. تمام. فانا لو جيت اشتقيت وقلت لك والله انا عايز اعرف معدل تغير الصاد بالنسبه للتغير اللي بيحصل في السين، اه والله حاجه شبه دي بتعمل ازاي؟ انت مثلا دي المفروض اس واحد، فبتطرح من الاس بتاخد دوا تضربه. طبعا هشرح حته التفاضل كمان شويه، بس عايز اختصر الحته دي بس. هضرب 2 في 1 هيديني 2 زي ما هو، وطبعا لما يفضل لك س اس 0 يديك ايه؟ بواحد. فيتفضل لك ان معدل التغير بتاعك او التفاضل بتاعك هو ايه؟ 2. وهو ده فعلا معدل تغير الصاد بالنسبه لس، او بالمثال اللي احنا قلناه معدل تغير عدد الصفحات بالنسبه لتغير الايام. تمام. انت مع كل يوم بتزوده بيزيد معاك صفحتين. تمام. هي دي فكره معدل التغير. طيب يعني ايه بقى تفاضل؟ التفاضل هي حته معدل التغير احنا قلناها دي، او ببساطه بيقول لك عليها اللي هي المشتقه. يعني ايه الكلام ده؟ بص انت ان شاء الله يعني بالنسبه لنقطه نظرا يعني كهندسه، يعني احنا بيبقى عندنا مثلا عندنا ايه حاجه كبيره جدا وطبعا صعب نشتغل عليها. كمثال مثلا انا عندي والله خطوط نقل ميه مثلا من اسكندريه للقاهره مثلا يعني. تمام. طبعا الخطوط دي بالكيلومتر بقى، يعني الافات الامتار من الاسطوانات اللي هي اللي بتنقل المايه دي. تمام. طب لو انا عايز ادرس بقى حاجات الفيزيكس بتاعتها والكلام ده، فهل انا محتاج ان انا ادرس المواسير دي كلها؟ لا، انت ممكن تاخد جزء واحد بس من المواسير، يعني تقطع حته كده والحته دي تاخدها تدرسها، تعرف بقى القطر بتاعها قد ايه، طب الفلويد اللي بيمشي فيها اللي هو السائل يعني سرعته كام، وهكذا، بحيث انت تعرف توصل الحاجه من المكان ده للمكان ده مظبوط وهكذا يعني. فدي كده انت خدت حاجه صغيره منها، اليمنت من ايه؟ او عنصر يعني من حاجه كبيره جدا، اهو ده اسمه الاشتقاق او الديفرنشيشن. يعني هو ده حته ايه؟ الاشتقاق. انت بتاخد حاجه صغيره، يعني مثلا عندك كده الصاد بتساوي 2 س، انا هاخد حاجه صغيره منها اللي هي ايه؟ الاثنين، معدل التغير اللي هو الدال صاد على الدال س بتساوي 2. ماشي. طيب نبدا بقى في الدرس عشان ما نضيعش وقت، ولا الحته اللي مش واضحه يعني ممكن نوضحها في حته ثانيه، بس دي بس ايه يعني لو ما جمعتهاش قوي مش هتفرق معاك يعني ان شاء الله في فهمك للدرس ده. طب تعالى نبدا بقى ايه نشوفه الدرس بيقول ايه. اول حاجه بيجي هنا يقول لك ايه، ماشي، بيقول لك انا مثلا عندي معادله شبه دي. المعادله طبعا المعادله دي بتوصف حاجه ما، زي ما احنا كنا عاملين الوصف بتاع الصفحات والايام
بالصاد بيساوي 2 س او صاد بيساوي 5 س على حسب احنا عايزينها نعملها كام يعني. طيب هو هنا برضك في معادله دي وصفه حاجه ما، بغض النظر ايه هي الحاجه، انا مش شاغلني الموضوع ده. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى في الحته دي؟ انا بس نجيبه حاجه نكتب بيها. تمام، المعادله دي بيقول لك ان صاد بتساوي 5 س تربيع. حلو قوي. طب لو احنا عايزين نجيب مشتقه، عشان نجيب المشتقه او نجيب التفاضل بتاعها لازم تعرف قاعده التفاضل. قواعد التفاضل كالتالي، بص القاعده دي طبعا لا ممكن اشرحها لك عادي هي جت ازاي يعني، بس يعني هتبقى تضييع وقت بالنسبه لك يعني. خلينا نقول القاعده باختصار. القاعده باختصار لو انت عندك حاجه شبه كده، انت بيبقى عندك السين دي اللي هو المتغير بتاعك ده بيبقى مرفوع لاس ما، فانت ببساطه بتبقى محتاج ان انت تاخد الاس ده تنزله مضروب هنا، تمام، وتطرح منه واحد. يعني انا مثلا عندي الخمسه سين اهي، خمسه سين تربيع. طب دي التفاضل بتاعها هيبقى ايه؟ التفاضل بتاعها هيبقى كالتالي، هنزل 2 اضرب في 5 هيبقى عندي 2 في 5 س اس 2 ناقص 1 اللي هتفضل لك ايه؟ 1. فاهم كده؟ ده التفاضل بتاعها اللي هو بيساوي 10 س. حلو قوي. يعني انا تفاضل حاجه شبه كده 5 س تربيع هي 10 س. طب ندي امثله تانيه كده بسرعه على الحته ديه، نطبق نفس الفكره. لو انا جبت لك والله ان الصاد دي بتساوي 4 س تربيع، طب اذا التغير الصاد بالنسبه للتغير اللي بيحصل في السين بيساوي ايه؟ بيساوي طبعا الاثنين في اربعه هيديني اثنين في اربعه س ناقص من الاثنين ده واحد هتفضل لك ايه؟ واحد. طبعا واحد ما بيتكتبش كأس يعني، يبقى اذا بالكلام ده هيساوي ايه؟ 8 س. تمام كده؟ ده كده التفاضل بتاع دي. تعالى ندي مثال تاني. لو عندي مثلا، تعالى نغير بس اللون عشان ايه؟ انا مثلا لو قلت لك عندك ايه؟ عندك الصاد. احنا صغرنا الدنيا قوي. ايش يعني كده كويس؟ لا مش كويس كده، دقة فظيعة والقلم غامق يعني مش شايفين حاجة أكيد. طيب خلينا إيه، حطوا إيه الأصفر ده أهو. ماشي، قلت لك مثلا الصاد بتساوي إيه يا شباب؟ الصاد والله مثلا كافتراض مثلا هقول لك إن الصاد بتساوي 5 س أس 4. طب هتحلها إزاي دي؟ تغير الصاد بالنسبة لتغير السين هيساوي إيه؟ هنعمل كالتالي، هناخد الأربعة دي نضربها هنا هيبقى 4 في 5 ونقص من السين الأس ده واحد هيبقى إيه؟ 3. يبقى إذا الكلام ده بيساوي 4 في 5 ب 20، يبقى بيساوي 20 إيه؟ 20 س تكعيب. فاهم كده؟ أهو ده الاشتقاق. أنت كده جبت المشتقة الأولى بتاعة المثال ده. طيب تعالى مثلا بردك عشان نأكد الفكرة، لو أنا جيت قلت لك والله عندي صاد بتساوي 4 س تربيع زائد 3 س، هتعمل نفس اللي او 30 تكعيب مثلا، هتعمل نفس اللي احنا قلناه من غير يعني هتطبق التفاضل على كل ترم من دول عادي خالص. هنعمل ايه؟ هنقول والله تغير الصاد بالنسبه للتغير اللي بيحصل في السين اللي هو المشتقه الاولى، يعني هنقول ان هو بيساوي 2 في 4 هيديني 8 س. ايه جبتها ازاي دي؟ 2 تضرب 2 في 4 تبقى 8، والسينوس 2 دي ناقص منها واحد هتفضل لك ايه؟ هنا واحد بس. تمام، والواحد ما بيتكتبش. طيب زائد ايه بقى؟ زائد عندي 3 في 3، 3 في 3 بكام؟ 6. حلو قوي. وهنا السين بقى ناقص منها واحد، 3 دي هنقص منها واحد تفضل لك ايه؟ 2. يبقى اذا انا ضربت 3 في 3 طلع 3 في 3 ب 9. ما شاء الله عليا. 3 في 3 ب 9، تمام، ونقص من السين واحد تفضل لك سين تربيع. يبقى اذا انا فعلا طلعت المشتقه بتاعتي اللي هي ايه؟ هتبقى 8 سين زائد 9 سين تربيع. تمام. طب ندي امثله كمان عشان الحته دي لو انت فهمتها خلاص، يعني انت لو عرفت تعمل ازاي تفاضل الموضوع بالنسبه لك بعد كده اي حاجه تانية جايه هتبقى بسيطه ان شاء الله يعني. تعال طب ندي مثال تاني. والله انا هقول لك ايه، مثلا عندك الصاد بتساوي مثلا 10 س تربيع زائد 15 س. حلو قوي. تعال نشوف المشتقه بتاعتها، د ص على د س. حلو، هيديني ايه الكلام ده؟ تعال نشتقه كده واحده واحده. هنقوله ايه؟ 2 اتضرب في 10 يبقى كام؟ 20. بعد كده نقص من الاثنين دي واحد اتفضل لك كام؟ واحد. الواحد ما بيتكتبش. طيب نخش اللي بعديه، زائد هنا 15. بص بقى مش دي اس واحد. حلو قوي. اضرب الواحد ده هنا صح كده هيتفضل لك كام؟ واحد في 15 ب 15. حلو قوي. اتفضل لك هنا س اس كام؟ اس صفر. اي حاجه اس صفر بواحد. ليه بواحد بقى؟ دي قصه ثانيه ممكن اشرحها لكم لو حد عايزها يعني. تمام، بس المهم يعني ان ناتج الدال ص هنا على الدال س هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 20 س زائد 15. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام. تعال نطبق نفس الكلام تاني على معادلة تانية، يلا بينا اهو.
مثلا صاد بتساوي 4 سين أس 3 زائد 2 سين أس 4 أو أس مثلا 2 سين مثلا زائد مثلا 5. حلو أوي الكلام ده. تعالى كده نشوف واحدة واحدة إيه اللي بيحصل. أول حاجة خلي بالك، بس أنا عايز ألفت انتباهك لحاجة. هنا لما تلاقي في ثابت كده مش مكتوب جنبه أي حاجة، ده معناه إن هو مضروب في سين أس 0، تمام كده؟ وسين أس 0 بواحد أصلا، فعشان كده برضك ما بنكتبهاش. يعني سين أس 0 دي مش مكتوبة أصلا، تمام؟ يعني أنت ما بتكتبهاش يعني، بس انت المفروض دي بيبقى في دماغك عشان لما تيجي تشتق ما يبقى عندك مشكله. عشان كده بيقول لك ايه، اشتقاق الثابت بصفر. هتعرف دلوقتي ليه بقى. بص تعالى نشوفه، ده ص على الدال س، تغير ص بالنسبه لتغير الس اللي هو المشتقه الاولى او التفاضل، ها بيساوي ايه، 3 في 4 اللي هي ب 12. حلو قوي. س اس كام بقى، 3 ناقص 1 هيديني ايه، 2، تمام كده. زائد ده خلصنا اول جزء. اللي بعده هنا دي س نص 1 صح كده، 1 في 2 ب 2، اتفضل لي كام هنا في س، س 1 ناقص 1 اتفضل لك س اس 0، س اس 0 ب 1 فمش هنكتب. طب الكلام ده زائد. حلو قوي. هنا ببص بقى، احنا قلنا قاعده الاشتقاق دي او قاعده التفاضل دي ثابته ما بتتغيرش. دلوقتي المفروض ان عندي هنا صفر، صفر هيتضرب في كام؟ ب 5. صفر ب 5 بكام؟ ب 0 صح كده؟ في س اس سالب ايه؟ 1. ليه سالب 1؟ لان انت عندك كانت س اس 0 ناقص منها 1 تبقى سالب 1. طب صفر في اي حاجه؟ ب 0. عشان كده بيقول لك التفاضل الثابت ب 0، عشان كده مش هنكتبه. بس انت كده المفروض يعني ان شاء الله بعد ما تحل الحاجات دي لو انت فهمتها يبقى انت كده فهمت ازاي بتعمل تفاضل. اللي جاي بقى كله اسهل من السهوله. طيب تعالى بقى نشرح الجزء اللي يهمنا الشغل بتاع النهارده. هنا طبعا بيقول لك ايه القواعد عندك، ان اشتقاق الثابت بايه، بصفر. ده اللي احنا قلناه، ان اصلا اي ثابت بيبقى مضروب في س اس صفر، فانت لما تيجي تفاضله هيبقى الصفر ده يتضرب فيه ففي الاخر هيطلع بصفر يعني. طيب يعني كمثال اهو اعطيك ايه، قال لك والله احنا عندنا الصاد بتساوي 5، فبالتالي الدال صاد على الدال سين هتساوي كام يا شباب؟ اهو 5 في، طبعا انا عارف ان دي هنا مضروبه في سين اس كام؟ اس صفر، ف5 في صفر ف5 في صفر، بعد كده سين اس كام؟ اس سالب 1. طبعا اي حاجه بدل الضرب ده في صفر فاكيد كل ده هيبقى ايه، صفر. عشان كده بيقول لك ان التفاضل الثابت بصفر اهو، معدل التغير التفاضل بتاعه هيلاقي. هو هنا بقى يا شباب هنبدأ يقول لك ايه، هيتكلم دلوقتي لو عندك انت زي ما احنا شرحنا قبل كده، لو عندك الصاد بتساوي س اس اي حاجه ده رقم يعني، فانت بتشتق ازاي؟ في ان انت بتنزل بتضرب الرقم اللي فوق ده الاس ده في الحاجه اللي قدام السين وبتنقص منها واحد. ده فكره الاشتقاق بشكل عام، ده اللي احنا ايه شرحناها من شويه. طب تعالى اللي هي اللي احنا كنا عاملين بنتكلم فيها اللي هي الافكار دي، تمام ازاي بجيب المشتقه وكده. طيب تعالى نخش على تاني قاعدة أو تاني حاجة هيقول لك عليه. طبعا إن هو عطيك مثال، هو لو الصاد بيساوي س تربيع فإذا المشتقة أكيد يعني هتنزل السين دي. على فكرة يا شباب لما يكون السين مش مكتوب قدامها حاجة فمعناها إن هي هنا بواحد، يعني واحد في سين، فالواحد برضك ما بيتكتبش هنا في الضرب يعني، فيبقى 2 في 1 ب 2 س أس 1، تمام؟ طيب حلو الكلام ده. نكمل بقى، تعالى بقى بيقول لك إيه التفاضل، ماشي دي حاجة مفروض زي ما ده اللي احنا شرحناه، هو نفس الكلام تاني. بيقول لك هنا لو في ثابت، يعني لو في حاجة ثابت قدام ال قدام السين يعني، طب ما هي ما هو قدام المرة اللي فاتت كان ايه؟ لما تكون سين لوحدها فقدامها واحد، فانت بتضرب اي حاجة اللي فوق ده بتضربه في واحد فبينزل زي ما هو، لكن لو قدامها اي حاجة تضرب برضك اللي فوق ده فيه يعني. يعني مثلا كمثال هنا مثلا هو اعطيك ايه؟ تعالى احنا ندي مثال كده، لو عندي الصاد مثلا بتساوي 2 سين تربيع، انت هتعمل ايه؟ هتقول الاثنين دي هتضرب في الاثنين الاول بعد كده ناقص منها واحد، يبقى الدال صاد على الدال سين هتساوي 4 سين اس 1 اللي هو واحد ما بيتكتبش يعني. طيب دي اللي هي ايه الحته بتاعت لو الدال عندك قدامك في ثابت يعني. ماشي، هنا مثلا دي صاد بتساوي 5 سين، طبعا السين بما مش مكتوب لها حاجه بقى ايه، سين اس ايه، اس 1، فالواحد هيقدر يضرب في 5 فهتبقى الدال صاد على الدال س هتساوي الخمسة في واحد خمسة س أس صفر، صفر ما بي س أس صفر بتبقى بواحد فما بتتكتبش، فهيفضل لك هنا إيه، 5 يعني. ماشي، تعالى بقى نخش على ماشي، تعالى نبص على دي. هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا مثلا دلوقتي عايزك تجيب لي التفاضل بتاع الصاد بتساوي 5 س تكعيب ناقص 4 س تربيع زائد 10 س ناقص 10. طبعا احنا المفروض يعني عطينا فكره عن حاجه شبه كده بتتحل ازاي،
بس تعالى مثلا اعملها معاك اهو. شوت شرطه، طبعا شوت شرطه هي نفسها د ص على د س عادي، فيبقى 5 3 في 5 ب 15 س تربيع تمام، ناقص 2 في 4 ب 8 س ناقص منها 1 فاضل لك ايه؟ 1 مش هنكتبه، زائد هنا ايه؟ المفروض دي ب 1 صح كده، 10 في 10 في 1 ب 10، وس ناقص منها 1 هتبقى 0، والصفر طبعا اي حاجه والصفر تبقى ب 1 فمش هكتبها، ناقص 10. طبعا احنا قلنا اي صاب ثابت كده المفروض يعني هو بيبقى جنبه يعني س نص صفر، فانت تضرب الصفر ده فيه خلاص كده الجزء ده بقى بايه؟ بقى في صفر، فمش هنكتب حاجه هنا فاهم؟ يبقى اذا هي دي المشتقه، 15 س تربيع ناقص 8 س زائد 10. لو جينا بصينا كده على الحل اللي هو حله هتلاقي ان هو حل نفس الحل بالظبط تمام، وقال لك بقى اشرح لك ازاي بيحلها يعني. طيب نفس الكلام برضه يعني كل ده اعاده وزياده واعاده يعني. تعالى بقى نخش بقى في الحته المهمه بالنسبه لي، حاصل ضرب دالتين. بيقول لك ايه بقى؟ هو طبعا هنا بيقول لك على القاعده، بيقول لك ان تفاضل الداله الاولى في تفاضل الاولى في تفاضل الداله الاولى في تفاضل الثانيه زائد الداله الثانيه في تفاضل الاولى. طيب معلش هي دي قاعده، بس الفكره ان القاعده دي اتجابت منين؟ لو انت فهمت القاعده اتجابت منين في الاول خدها كده استحملني دقيقه، بعد ما تفهم القاعده اتجابت منين احفظها عادي مش مشكله تمام، بس عشان لو نسيتها لو انت عارف بتتجاب ازاي فهتعرف تجيبها بسهوله يعني، مش هيبقى عندك مشكله في الحته دي. فتعالى كده نشوفه ازاي الكلام ده. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان تعالى نحلها بالطريقه بتاعته الاول بعد كده نثبتها عندنا يعني. انا مثلا دلوقتي بقول لك ايه عندك؟ لو الصاد عندك مثلا بتساوي س تربيع مضروبه في مثلا س اس 3، حلو قوي تمام، الاثنين دول مضروبين في بعضهم. طبعا احنا فاهمين، انا بس بدي مثال بسيط عشان ايه نعرف نفهم الفكره، كان انا عارف ان س تربيع بس تجعيب انت ممكن تخسر تكتبها س اس ايه اس 5، حلو. فتعال نطبق القاعده، بيقول لك ايه ان الصاد شرط او الدال صاد على دال س تمام عباره عن ايه؟ بيقول لك الاولى اللي هي س تربيع هتنزل زي ما هي، ومشتقه الثانيه. طب المشتقه دي بكام بقى؟ تعال نشتقها كده، هيبقى 3 وهنا في 1 فيبقى 3 في 1 ب 3، معلش 3 في 1 ب 3 س اس ايه ناقص متها دي 1 اتفضل لك هنا 2 تمام، زائد الثانيه اللي هي كام يا شباب؟ اللي هي س تكعيب زي ما هي تنزل ما هي. طبعا دي الاولى بالنسبه لي ودي الثانيه، الاولى نزلتها زي ما هي مضروبه في مشتقه الثانيه، اشتقت الثانيه نزلتها، بعد كده الثانيه بقى اللي هي س تكعيب نزلتها اهي في مشتقه الاولى اللي هي هتبقى 2 س، حلو الكلام ده. طب تعالى نشوف كده، تعالى نختصر بقى الكلام ده، استشرت هنساوي كام في الاخر يعني؟ اهو انت عندك س مضروبه في ايه؟ في 3 س تربيع، فس تربيع وس تربيع هنجمع الاسس، وطبعا هنا 1 وهنا 3 فهتضرب ال 3 دي في 1 الثابت في الثابت يعني فهيطلع لك 3، والاس تتجمع 2 و2 هيبقى 4 صح كده، زائد تعالى هنا هنا الثابت طبعا ب 1 ده بس مش مكتوب يعني، ثابت في الثابت اللي هو 1 في 2 ب 2 حلو، والسين بقى الاس بتاعتها تتجمع هنا اس 3 وهنا اس 1 فيبقى ايه؟ اس 4 تمام. طيب نكمل، الصاد شرطه هتساوي ايه؟ عندي دي اس 4 ودي اس 4 فنجمع الثوابت دي اهي عادي فهتبقى كام؟ 6 س اس 4، حلو الكلام ده؟ لا 5 س معلش، 5 س اس 4 تمام؟ يعني دي كده في الاخر انا وصلت للمشتقه الايه؟ الاولى. طيب هل انا ممكن اجيب الكلام ده بسهوله؟ يعني الكلام ده جاب منين؟ يعني هو جاب منين ان الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى هو ده الاشتقاق الاولاني؟ هقول لك جابها منين. بص ببساطه كده، شايف نفس المعادله دي؟ تعال نكتبها الناحيه الثانيه بلون مختلف، نفس المعادله بالظبط، الصاد بتساوي س تربيع مضروبه في س تكعيب، حلو الكلام ده؟ حلو. الفكره بقى في ايه؟ تعال نختصرها قبل ما نبدا نعمل الاشتقاق، فالمفروض دي كلها عباره عن س اس كام؟ اس 5، حلو قوي. اشتق لي بقى س اس 5 دي، اذا الصاد شرط عندك س اس 5 هتعملها ازاي؟ هتديك 5 س ونقص من اس 1 هيبقى 4. طب يا استاذ مش هل مش نفس الاجابه دي هي نفسها ليه؟ يبقى القاعده اتجابت من هنا يعني، سواء انت عندك حاجه شبه كده لو جبت مشتقه الاولى وضربتها الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى هيطلع لك الناتج ده في الاخر هي نفس الناتج. فبالتالي لو انت الموضوع بالنسبه لك يعني الحاجات المضروبه ببعضها دي بالنسبه لك بسيطه وممكن تختصرها في البدايه اختصرها، ليه؟ لان اختصارك في البدايه ليها هيخليك تعرف تجيب المشتقه من خطوه واحده، لكن لو ما اختصرتهاش من البدايه وصعب انت تختصرها وهتضيع معاك وقت، لا خلاص يبقى اشتقها الاولى في المشتقه الثانيه زي الثانيه في المشتقه الاولى تمام. او لو الدكتور مثلا عايزك تعمل خطوات للقاعده يعني فبلاش اختصر قوي يعني، بس انت لو اختصرت الاول الماثماتكس بتاعك صح يعني الكماس يعني صح. طيب فهنا مثلا اهو ده مثال اهو، قايل لك ان الصاب بتساوي
خمسة س تمام زائد 5 س تربيع زائد 10 س ناقص 7 ومضروبة في س تربيع زائد 7 س زائد 10. طبعا انت لو حاجة زي كده تقعد بقى عشان تفك القوسين دول مع بعض يعني هتقعد تختصرهم يعني هتقعد وقت طويل يعني هتضيع وقت وممكن كمان تغلط في حاجة من الحسابات دي. طب الحل ايه؟ ابدأ بقى نفذ القاعدة اللي احنا اتكلمنا عليها. يلا بينا ننفذ القاعدة واحدة واحدة. تانية بس هجيب المسألة ذات نفسها، أنا عايز أخد المسألة. ماشي تعالى ناخد المسألة دي هناك ونعملها. المسألة بتقول لك إيه؟ الصاد بتساوي 5 س تربيع زائد 10 س ناقص 7، حلو كده؟ مضروبة في س تربيع زائد 7 س زائد 10، حلو الكلام ده. تعالى بقى إيه نقسم الأربع حاجات، إحنا عايزين الأولى مشتقة التانية زائد التانية مشتقة الأولى. طيب مين الأولى؟ الأولى أهو نكتبها واحدة واحدة. الأولى هي مين الأولى دي؟ اللي هي دي هنزلها زي ما هي، اللي هي 5 س تربيع زائد 10 س ناقص 7. طيب ومين مشتقة الأولى؟ اللي هي الأولى مشتقة الأولى بس المشتقة بتاعتها، المشتقة الأولى اللي هي تعالى نشتق الكلام ده هتبقى 10 س زائد 10. طبعا تشتغل السالب بصفر يعني. تمام طبعا انا شغلت الكلام ده ازاي، 2 في 5 ب 10 وسين اس ايه اس 1. تمام بعد كده زائد هنا سين اس 1 في سين اس 1، الواحد في 10 هيديني ده 10 والسين هتبقى اس صفر مش هنكتب حاجه. تمام كده تمام كده انا كده جبت الاولى ومشتقه الاولى. طيب والثانيه كام؟ انا بكتب لك بالتفصيل ده عشان لو عايز تكتب كده مش عايز تلخبط يعني في الحته دي وعايز تكتبها واحده واحده كده اكتبها واحده واحده هتدخل هتطلع المشتقه بسهوله خالص يعني. التانية اللي هي مين؟ اللي هي س تربيع زائد 7 س زائد 10 اللي هي فوق اهي. تمام المشتقة بتاعتها خلينا نكتب كده رقم مختصر ليها يعني، المشتقة بتاعت التانية ايه؟ المشتقة بتاعت التانية هتبقى 2 س اهو مشتق اللي فوق اهي زائد 7، حلو كده؟ يبقى انا دلوقتي اهو كتبت الأولى والمشتقة بتاعت الأولى والتانية والمشتقة بتاعت التانية. طب تعالى بقى نجيبه التفاضل بتاعها، إذا هنكتبه كده بلون مختلف. يلا بينا. الصاد شرط او الدال صاد على دال س بتساوي ايه بقى؟ الاولى اهي نزلها زي ما هي 5 س تربيع زائد 10 ناقص 7، حلو. ومشتقه الثانيه، في مشتقه الثانيه اللي هي اخر حاجه خالص اهي. طيب يبقى انا كده اول حاجه كتبت دي، ثاني حاجه هكتب مين؟ هكتب دي اهي المشتقه الثانيه اللي هي تبقى 2 س زائد 7، حلو الكلام ده. بعد كده بيقول لك زائد بقى القاعده، كمل على القاعده. القاعده بتقول لك ايه؟ الثانيه بقى اللي هي دي الثانيه رقم 3 اكتبها ايه؟ الثانية اللي هي س تربيع زائد 7 س زائد 10، صح كده ماشي. في مشتقة الأولى، في مشتقة الأولى أهي يبقى أنا كتبت الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى اللي هي 10 س زائد 10، 10 س زائد 10. أنا مش لاقي مكان، طيب حاول أكتبها تحتيها. طب حاجة بسيطة كده يعني نكتبها هنا في حتة صغننه تحت. يسطا والله قاعد بجد يعني جبت فصل ولا عندي ولا عندي انا بجد جبت فصل عارف الفصل كام؟ طيب 10 س زائد 10. بجد جبت فصل طب تعالى نختصر الكلام ده، انت بقى ممكن تقعد تضرب الاثنين دول ببعضيهم بعد كده تضرب برضه الاثنين دول ببعضيهم وتكسرهم مع بعض. تمام غريبة. فانا هكتفي بهذا الجزء. طبعا هو كاتب لك بقى التفاصيل في الحل اهو، هو بعد ما عمل بقى اللي احنا قلناه اهو بالظبط زي ما احنا كاتبين بالظبط هو كاتب اهو في الحته دي. تمام التطبيق اهو هو كده ايه عمل التفاضل خالص. بعد كده بدأ بقى يضرب القوس دو في القوس دو. تمام بعد كده بقى طلع معاه اول جزء ده اهو، ده هو ناتج الضرب بتاع اول قسم مع بعض. بعد كده بدأ يضرب القوس ده في القوس ده، لا ده مش ناتج، ده هو خلاص خلص ده عمل اختصار سريع. قال لك حتى بعد ما تضرب الاقواس هيطلع لك معاك بقى ايه الشكل ده، هتجمع متشابهات وكده. وهو اختصر الموضوع يعني. انت يعني ضرب الاقواس بتعمل ايه؟ بتاخد اول جزء ده كده تروح تضربه ايه؟ تضربه في كل دول؟ بس انا عايز لا والله هو فعلا عامل كده اهو، لا هو فعلا عامل كده. الراجل ده الله خير يعني، هو ضرب الاثنين سين
2 س في 5 س تربيع 10 س ايه تكعيب، زائد 2 س في 10 س، ال2 في 10 ب 20، وس وس هيبقى س تربيع، ناقص ال2 س في 7، 2 في 7 ب 14، والس تنزل. حلو قوي. وبعد كده بدأ يضرب المفروض السبعه بقى، يضربها بردك ايه السبعه دي، ياخدها يضربها بقى يوزعها بردك على ايه الثلاث حاجات اللي موجوده في القوس الاولاني، اللي هو هيبقى كام بقى؟ اهو السبعه في 5 35، 35 س تربيع اهي، 35 س تربيع. بعد كده السبعه في 10، طبعا في 10 في 70، 70 ايه؟ السبعه في 10 س هيبقى ايه؟ 70 س اهي. بعد كده سبعه في سالب 7 هيسيك سالب 49، تمام؟ طب وبعدين؟ اه هنبدأ نجمع بقى، نجمع ايه؟ اه ضرب اللي هو الاولاني دوت، ادي هو ده كمان، هناخد الاولاني ده ونضربوه في الثلاث ايه؟ في الثلاث حدود دول. يلا بينا اهو. اول حاجه تقول 10 س في 2 في س تربيع هديك كام؟ هيديك 10 س تكعيب اهي. بعد كده 10 س في 7 س، 10 في 7 ب 70، س وس س تربيع اهي، 70 س تربيع. بعد كده 10 في 10، 10 في 10 ب 100، 100 س اهي، 100 س. بعد كده طبعا انت في الضرب تضرب الثابت في الثابت والاسس بتجمعها، تمام؟ تضرب الثابت في الثابت والاسس بتجمعها. يعني انا مثلا عندي 10 اهو و10، وده ثابت وده ثابت، ضربتهم في بعض اهو 100. طب والاسس؟ اه ما عنديش هنا غير س اس 1، وهنا في س اس 0، ف 0 زائد 1 هيديك س بس، فهي س اهي نزلت، هي س اس 1 يعني. طيب تاني حاجه برضك ايه، نبدا نضرب بقى اللي هو الثابت ده، ال10 دي نبدا برضك نضربها في الثلاث حدود الاولانيين دول. فعندي 10 في س تربيع هيبقى 10 س تربيع اهو، 10 س تربيع. 10 في طبعا السيرس الثابت 10 في 7 70، والس تنزل زي ما هي اهي. طيب وبعد كده 10 في 10 ب 100. بدأ بقى اجمع الكلام ده بقى، اشوف الحاجات اللي متشابهه. يعني انا عندي هنا، هنا بص كده، تعالى نغير اللون اهو، ادي اي حاجه مضروبه في س اس تكعيب هجمعها مع بعضيها، ادي س تكعيب اهي، وادي فين تاني س تكعيب اهي، تمام؟ عندي 10 و10 يبقى 20 س تكعيب، تمام؟ بعد كده اجي اشوف الحاجات اللي هي س اس 2 اهو، عندي في هنا س اس 2 اهي، او خلينا نغير اللون ايه يكون باين شويه، ادي س اس 2 اهي، وفين تاني؟ وهنا س اس 2 اهي، وس اس 2 اهي، وس اس 2 اهي. يبقى اذا كام واحده دول؟ 20 و35 ادي كده 55، 55 و10 ادي كده 65، 65 و70 يديك كام؟ 65 و70 هيديك 120 و30، 135، 135 ادي 135 اهي، 135 س تربيع. طيب مثلا بعد كده تعال نشوف اهو، لون غريب كده شويه، عايزين الحاجات اللي فيها س بس. اه فين الحاجات اللي فيها س بس؟ اهو ادي دي س بس، وادي دي س بس، وفين تاني؟ ودي س بس اهي، وفين تاني؟ س بس اهي، تمام. يلا نجمع الكلام ده، ادي 14 و70 يبقى 84، حلو، و100 يبقى 184، و70 اديني كام بقى؟ 226 اهو، هتلاقي ان هو كاتب هنا 226 س. طيب اخر حاجه بقى اللي هي س اس صفر، اللي هي الثوابت يعني بمعنى اصح يعني. طب فين الثوابت اللي عندي يا استاذ؟ اهي تعالى نشوف الثوابت، الثوابت اللي عندي هنا 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 مفيش غير 49، سالب 49، تمام؟ وتحت مفيش غير سالب تحت اللي هو ايه؟ 100. حلو قوي. ال 100 سالب 49 زائد 100 يطلع لك كام؟ 51، اللي هو اهو بس كده، تمام؟ فده ناتج المساله العنيفه اللي كانت موجوده. طبعا هنا واحده تانيه اهي، عايزين نضرب دي في دي، هتروح تعمل ايه بقى؟ اول حاجه تكتب المشتقه، لو انت عايز تفصلها هتكتب اول حاجه المشتقه الاولى، تمام؟ اهي فين المشتقه؟ اكتب اول حاجه القاعده، اهو التفاضل بيساوي الاولى ومشتقه الثانيه، او تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، تمام؟ طيب هنزل، ننزل الاولى، فين الاولى؟ اهي اللي هي 5 س، فين الاولى؟ اهي دي رقم واحد اهي، خلينا بس واضحين اهو، دي رقم واحد ودي رقم اثنين، حلو؟ الاولى اهي 5 س تربيع ناقص 10 س زائد 3. طيب مضروبه في مين؟ في مشتقه الثانيه. طب المشتقه الثانيه كام؟ هو تعالى نبص كده، ما عنديش غير 4 س زائد 6، طبعا التفاضل الثابت ده بصفر ودي س اس 1، فالتفاضل بتاعها هيبقى كام يا شباب؟ تعالى نكتب التفاضل بتاعها تحتيها كده بايه، بخط مختلف عشان تبقى برضك ايه معايا. التفاضل بتاع دي اصلا ايه؟ ما فيهوش غير 4 اصلا يعني لان هي ايه؟ س اس 1 صح؟ فالواحد في 4 ب 1، وبعد كده هتبقى س اس 0 اللي هي ب 1، فمش هنكتبها. التفاضل بتاع دي ب 4، تمام؟ طب التفاضل بتاع الاستاذه دي كام؟ اه بص 2 في 5 ب 10 صح؟ يبقى 10 س ناقص
10 حلو، اللي هي 10 سين دي طبعا زائد التالتة دي التفاضل بتاعها بايه؟ بصفر. يبقى اذا التفاضل بتاع التانية كام؟ 10 سين ناقص 10. حلو، تعالى بقى نشوف الكلام ده اهو. التفاضل بتاع التانية اهو نزله 4 زي ما هي يعني. تمام، بعدين التانية بقى اللي هي الأساسية اهو، التانية دي اللي هي اللي أنا كتبها بالأخضر دي، 4 س زائد 6 اهو، نزلها 4 س زائد 6. بعد كده في مشتقة مين؟ مشتقة الأولى اللي هي دي. طب مشتقة الأولى كام احنا جبناها؟ هو دي 10 س ناقص 10. عشان كده الأفضل أنت تجيب المشتقات الأول خليها على جنب، عشان يعني اكتب القاعدة، هات المشتقات الأول بتاعت كل واحدة منهم، بعد كده أبدأ أعوض بقى إيه تعويض مباشر على طول، تبدأ ترص الرصة الحلوة دي. طيب بعد كده أنت محتاج إيه؟ محتاج والله إن أنا أفك الإيه؟ الأقواس دي. انا عندي 4 مضروبه في القوس ده كله، فتبدا توزع الاربعه دي على كل القوس، تضرب 4 هنا و4 هنا و4 هنا. طب ازاي اهو؟ 4 ب 5 ب 20، 20 س تربيع اهي. تمام، بعدين 4 في 10 ب 40 وس تنزل اهي، بعد كده 4 في 3 ب 12. طيب حلو قوي، انا كده خلصت الجزء الاولاني. زائد نيجي نبص هنا، هنبدا نوزع برضه، هناخد ايه؟ ده مع الاثنين دول، وبعد كده ناخد ال 10 مع الاثنين دول. طيب أنا مش 10 عارف مين ده في أصلاً. 4 ب 40، طب و س في س أنا ب س مش عارف تربيع اهي. هنا 10 في 6 ب 60، الواد ده فيه وهنا قوي س الواد ده. الصفر و س هيفضل لك س. طيب وبعدين ناقص، نبدأ نضرب ايه؟ ال أنا 10 مش دي، كده، أنت سالب كده 10 بتقول دي لي خلاص في 4 هيديك يعني سالب خلاص. 40 س اهو، بعد كده سالب 10 في 6 هيديك سالب 60 اهو. تمام، نبدأ بقى ايه؟ نعمل نفس الطريقة تاني. هنبدأ نعمل ايه يا شباب؟ هنعمل التالي. بص خلاص احنا وصلنا لهذه المرحلة، نبدأ نمسح الكلام الغريب اللي احنا كنا كاتبينه ده. تعالى بقى دلوقتي انا معايا الناتج النهائي اللي هو يا استاذ هذا الناتج. تمام، عايزين نشوف اول حاجة مين اكبر اس عندي هنا. الناتج ده اللي هو اس 2. حلو قوي، هبدأ اجمع الحاجات اللي هي اس 2 مع بعض، ادي س تربيع ايه وس تربيع ايه. حلو، هنا 20 س تربيع وهنا 40 س تربيع، يبقى كله كام؟ 60 س تربيع. حلو قوي، بعد كده نروح على اللي بعده، مغلق في الالوان اهو، مدلعك. طيب ايه تاني عندي؟ الاس اللي بعديه اللي اقل من السين تربيع اللي هو السين اهو، عندي هنا في سين وعندي هنا في سين وعندي هنا في سين، نجمع الكلام ده مع بعض، سالب 40 سين مع 60 هيطلع لي 20 سين. طيب معلش تاني، سالب 40 سين تمام زائد 60 سالب 40، على الآلة على طول بقى، سالب 40 زائد 60 س هيطلع لك 20 س، ناقص 40 س هيطلع لك سالب 20 س أهو، سالب 20 س. طيب نخش على اللي وراه آخر حاجة أهو، هنا فاضل الثوابت بقى اللي هي س نص صفر أهو، أدي ال 12 وأدي السالب 60. طيب 12 سالب 60 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 8 سالب 48 اللي هو أهو. يبقى أنت كده خلصت التفاضل اللي مطلوب منك. طبعا انت في المسائل اللي بتبقى مطلوبه منك اصلا بيبقى اول خطوه لازم تعملها يعني بعد ما تظبط معطياتك والكلام ده انت تجيب التفاضل يعني. طيب تعالى هنا بقى، تفاضل خارج القسمه، لو انت عندك الحاجه بسط ومفهوم افاضلها ازاي؟ طيب لو احنا عايزين نثبت الكلام ده، استحمين دي هثبتهولك ان هم جابوا القاعده دي منين يعني، او ان القاعده دي فعلا بتطبق الكلام ده ولا لا. ماشي، تعالى كده ندي مثال بسيط اهو، هنروح على حته لوحديها اهي. دلوقتي انا هكتب لك ان الصاد مثلا دي بتساوي س اس 4 على س تربيع. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده، انا عارف ان انت ما شاء الله عليك في الرياضه، وهتيجي تقول لي ان س تربيع على 2 س، فالمفروض الكلام ده بيساوي ايه؟ هتختصرها 2 مع 4 ناقص 2 فهتطلع لك س اس ايه؟ اس 2. انا عارف ان ده الاختصار يعني، بس خلي الاختصار ده على جنب دلوقتي. طيب تعالى نبدا نمشي بالقاعده اللي هو قال لك عليها. القاعده بتقول لك ايه؟ المقام بينزل زي ما هو، المقام تربيع في المقام يعني بيبقى مقام تربيع، يعني الصاد المفروض بتساوي الشرطه اللي هي المشتقه، بيبقى المقام تربيع يعني س اس كام؟ س الاثنين دي ضربها اي كان الحاجه اللي هي ضربها في اثنين هتبقى كام؟ هنا س اس 4 تمام كده، او 2 اس 2 اللي هي ب 4. طيب بعدين بيقول لك اول حاجه تنزل المقام، مين اللي هو المقام؟ اللي هو س تربيع، ده المقام بالنسبه لي، ها ده المقام تربيع. طيب س تربيع المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط اللي هي كام؟ مشتقة السينوس 4 كام؟ اللي هي 4 س تكعيب، 4 س تكعيب. حلو الكلام ده؟ سالب بقى، لأن يعني أنت بتتكلم على الاسم، سالب المقام، إحنا قلنا المقام في مشتقة البسط، سالب البسط في مشتقة المقام. طب البسط اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو س أس 4.
في مشتقة المقام. مشتقة المقام اللي هي كام؟ الاشتقاق بتاع السين تربيع اللي هي 2 سين اهو مضروب في 2 سين. حلو قوي. تعالى بقى نختصر الكلام ده واحد واحد. الكلام ده هيساوي، يلا بينا، ادي السين اس 4 تحت زي ما هي. حلو. تعالى هنا عندك سين تربيع مضروبه في سين تكعيب، تمام، وهنا دي 4 وهنا 1 طبعا بس مش مكتوب. 4 ب 1 ب 4 يساوي في الثوابت اهي مع بعضيها. بعد كده ضرب الحاجات اللي هي الاسس دي بنجمعه، فيبقى سين اس كام؟ سين اس 5. حلو الكلام ده. ناقص ناقص ايه بقى؟ ناقص سين اس 4 في 2 سين. حلو قوي. بص، مش ده الاساس هنا اللي بتاع الثابت هنا كام؟ واحد بس مش مكتوب. واحد في 2 ب 2. حلو. اضرب بقى الاسس، وبعد اضرب الاسس بيبقى جمع، ضرب الحاجات يعني اللي هي المتغير بيبقى جمع يعني اس. فسين سين اس 4 في سين هيديك سين اس كام؟ اس 5. تمام. يبقى عندي هنا سين اس 5. طب تعالى نكمل اختصارات، تعالى نكمل اختصارات. الكلام ده هيساوي، انا عندي هنا سين 4 سين اس 5 ناقص 2 سين اس 5، جمع لي الكلام ده. 4 ناقص 2 هيديك كام؟ 2. سين اس كام؟ سين اس 5. الله عليك. على سين اس ايه؟ اس 4. طب مش انت عندك هنا سين في المقام وسين في البسط؟ نختصر الكلام ده. هتقول لي ان الكلام ده بيساوي 2 اس سين، 2 سين قصدي، 5 ناقص 4 اللي هو هيساوي 2 سين. حلو الكلام ده. مش احنا وصلنا للناتج ده؟ طبقنا القاعدة ووصلنا فعلا للاشتقاق بتاع اللي احنا كتبناه ده. طيب، مش احنا في البداية قلنا ان الصاد لو انا جبت اختصرت الكلام ده هيطلع لي في الصورة دي اللي هي الصاد بتساوي سين تربيع، اشتق لي كده السين تربيع يطلع لك كام؟ 2 سين، اللي هو مين؟ اللي هو عندك تحت. فبالتالي لو انت طبقت القاعدة، لو انت اختصرت الاول وجيت عملت الاشتقاق، لو ما اختصرتش هتطبق القاعدة، تمام؟ يعني انت لو اختصرت خلصت موضوع القسم ده ووصلت الناتج الاخير ده وبدات تشتقه هيطلع لك نفس الناتج لو انت اشتقيت عادي من غير ما تعمل الاختصار، تمام؟ طيب ايه تاني؟ احنا كده خلاص خلصنا اللي هو خارج اللي هو خارج قسم الدالتين بقى لو انا عندي بسط ومقام. تعالى مثال اهو، ناخد المثال اللذيذ ده ونشوفه هنعمل فيه ايه. المثال بيقول لك ايه؟ مثال بيقول لك انت عندك 5 سين زائد 4 على 3 سين ناقص 10. حلو. تعالى نقول الكلام ده، صوت بتساوي 5 سين زائد 4 على 3 سين ناقص 10. يلا بينا نبدأ. انا عايز اجيب مشتقة البسط بس ومشتقة المقام على جنب كده، يعني هاتهم كده على جنب احسن لك. يعني مشتقة البسط او البسط اللي بيه شرطة مثلا، لو مشتقة البسط يعني انت عندك 5 س زائد 4، فالمشتقة دي هتبقى كام اصلا؟ مفيش غير 5. طيب المقام مثلا، عايزين نجيب مشتقة المقام. مشتقة المقام اللي هي طبعا لو انت هتكتب ده في الامتحان على جنب كده، يعني ما ينفعش تكتب له ب وميم والكلام ده، بس ده هيسهل عليك لما تيجي تطبق القاعدة على طول يعني. طبعا الشكل بتاع المقام ما فيهوش غير 3 اصلا، ماشي. يبقى اذا ده مشتقة بتاعت البسط ومشتقة المقام. تعال نطبق بقى القاعده. القاعده بتقول لك ايه؟ انت د ص على د س اللي هي الصاد شرطه يعني، هي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي المقام تربيع اهو، المقام اللي هو 3 س ناقص 10 الكل ايه؟ تربيع. انا كده خلصت من الاول حته، اول حته في القاعده. طب تاني حاجه بيقول لي ايه؟ المقام في مشتقة البسط. طب من المقام كام؟ هو المقام 3 س ناقص 10. طيب في مشتقة البسط انا جايب اهو على جنب مشتقة البسط هي كام؟ 5. يبقى الكلام ده مضروب في كام؟ مضروب في 5. مضروب في 5، تمام. ايه الضرب الغريبه دي؟ ماشي. ناقص البسط في مشتقة المقام. طب البسط اللي هو بكام يا استاذ؟ اهو اللي هو اللي فوق ده اللي هو 5 س زائد 4. حلو حلو. مضروب في مشتقة المقام، مشتقة المقام اللي احنا جايبينها على جنب اللي هي كام؟ 3. يبقى الكلام ده مضروب في كام؟ في 3. بس كده انت كده جبت التفاضل. الفاضل بقى ده عباره عن اختصار، انت عندك الخمسه دي عايز توزعها هنا وهنا. تعالى نعمل اهو صاد شارت، هتساوي وزع الخمسه دي على على القوس ده، هتضربها هنا وتضربها هنا. طيب 5 في 3 هتديك 15 س، صح كده؟ طب و5 في سالب 10 يديك سالب 50. حلو. ناقص ايه بقى؟ يلا بينا. 3
في خمسه، خلي بالك لما تيجي تعمل ناقص دي لازم ايه تكتب الكلام ده جوه، خش ان الناقص دي او السالب دي يعني مضروبه في كل الحاجه اللي هي ناحيه اليمين ناحيه الشمال قصدي. طيب فبالتالي هنا هيبقى ايه بقى؟ عندي 3 في 5 ب 15 س. حلو. بعد كده زائد 3 في 4 اللي هي بكام؟ ب 12. حلو الكلام ده؟ حلو. والمقام بقى زي ما هو تحت بقى ايه؟ لو انت عايز تفكه ماشي، ممكن تفك التربيع ده لقاعده اللي هو ايه؟ مربع الاول زائد مربع الثاني والاول في الثاني في 2 على ما اتذكر يعني، دي اللي كانت القاعده بتاعته. فممكن ايه؟ اللي عايز تطبق الاختصار ده تطبقه عادي يعني، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ادنى مشكله. طيب خلينا نخلص. ايش والله ممكن يعني نختصرها يعني، مش حاجه. مربع الاول اللي هو يبقى كام؟ مربع الاول هو 9 س تربيع، ومربع التاني طبعا 10 سالب 10 تربيع هيطلعك ايه؟ 100 زائد الاول في التاني في 2، الاول في 3 س في سالب 10 هيطلعك سالب 30 س، في 2 يبقى سالب 60، يبقى سالب 60 س، سالب 60 س. بس ادي كده انت ايه اختصرت المقام. ممكن بقى تقول الكلام ده بيساوي، وتبدا بقى ايه تختصر اكتر. هتبقى ايه هنا؟ تبدا بقى الحدود، اكتب الكبير الاول 9 س تربيع سالب 60 س زائد 100، وهو بقى نبدا نكتب بقى عند 15 س سالب 50 سالب، بص بقى السالب ده هيضرب بقى هنا وهنا تمام، عايز توصل على القوس تمام عشان بس ما تنساش، وتفضل دي سايبه موجب 12 يعني. فسالب 15 س، سالب 15 س وسالب 12. طب تعالى نجمع الكلام ده اهو، هتلاقي الموضوع بقى بسيط. طبعا سالب 15 وسالب 15 رقم مع بعضهم، هتفضل لك هنا سالب 50 وسالب 12 يبقى سالب 62، سالب 62 على المقام ده زي ما هو تمام. بس لو انت كده جبت المشتقه يعني، طبعا لفه كبيره في الموضوع ده، بس ما تقلقش انت في الاسئله يعني بيبقى الموضوع ابسط من كده، بس هو هنا عشان بيعلمك بس ازاي تجيب الاشتقاق. او طبعا هي طلعت زي ما احنا الحمد لله المره دي مركز شويه، فطلع زي ما احنا كتبنا سالب 62 اهي على 9 س تربيع ناقص 60 زائد 100. طيب وهنا هو بص هو كاتب لك برده القاعده بتاعت لو انت عندك اي مقدار مربع زي ما كان عندنا المقدار ده كده هو مربع، قال لك بتفكه ازاي؟ مربع الاول يعني ايه؟ بتاخد الاول ده كده الجزء الاولاني ده، هو ده الاول تمام، وده التاني اهو هكتبها لك ايه، ده الاول وده التاني. مربع الاول يعني س 3 س تربيع تمام، اهو 3 س الكل تربيع اهو، زائد مربع الاول زائد مربع التاني، هو هنا بيعملها مش ورا بعضيهم يعني بس ما علينا يعني، زائد الاول في التاني في 2، فين الاول اللي هو 3 س في التاني اللي هو سالب 10 في 2 اللي هو الاثنين تمام. مربع التاني المفروض دي تبقى سالب 10 تربيع، بس كده كده اصلا التربيع هيضيع السالب فمش مشكله يعني. فهي دي كده مربع الاول في زائد مربع التاني زائد الاول في التاني في 2. انا كنت يعني على ايام يعني كنت محفظها بالشكل ده، لكن هو هنا كتبها مربع الاول زائد الاول في التاني زائد في 2 زائد مربع الاخير. فانت عايز تحفظها بالشكل ده احفظها، عايز تحفظها وانا بقولها احفظها براحتك يعني، الموضوع ابسط من الحته دي، بس انت ايه يعني حاول تثبت القاعده دي عندك يعني. بس ده كده بالنسبه لايه التفاضل الجزء اللي احنا خلصناه ده. نخش بقى على الجزء الايه اللي بعده. الجزء اللي بعده هو تفاضل داله زائد داله. عشان نعرف نجيب حاجه زي كده معلش استحملني شويه واسمع الكلمتين اللي هقولهم دول. بعد كده هتلاقي ان شاء الله الموضوع ان شاء الله هيبقى ايه ابسط شويه، هو في لخبطه في الحته دي شويه يعني، فخلينا اوضح لك حاجه. انا مثلا دلوقتي زي اي حاجه من اللي احنا كنا كتبناهم قبل كده، اللي احنا كنا كتبناهم قبل كده يعني زي ايه بدايه خالص يعني، اي حاجه من اللي احنا كنا كتبناها في الاول مثلا حاجه زي هنا، زي ما احنا كتبنا الصاد مثلا بتساوي 2 س، دي في عرف الرضا بنسميها ايه؟ بنقول ان الصاد هي عباره عن داله في س، يعني الصاد هي ليها علاقه مع السين، مش الصاد بتتغير بتغير السين. لو احنا غيرنا السين هنا حطيت مثلا قيمتها 2 الصاد هيبقى ليها قيمه صح، هتبقى قيمتها 4، ولو انا غيرت قيمه السين دي وخليتها مثلا ب 3 الصاد هتتغير هتبقى قيمتها 6 صح كده. فبالتالي ان الصاد دي عباره عن داله تابعه للتغير اللي بيحصل في ايه؟ في السين. فانت حاجه زي كده بتكتبها ايه لما تيجي تشوف كلمه صاد بتساوي داله في سين، دي معناها ان صاد هي يعني التغير بتاعها بيحصل بسبب ايه؟ السين يعني، هي داله في سين.
طيب فهو هنا بيقول لك ايه تفاضل دالة الدالة ببساطة. بص انا عايز الخص لك الموضوع من غير ما نخش في تفاصيل كتير يعني. فمثلا هو بيقول لك ايه هنا، بيقول لك والله انا عندي مثلا صاد يعني على الالوان الفاتحه يعني فتحنا الساعه مش طب نغمق بقى اللون. عندك مثلا ايه الصاد، هو بيقول لك والله ان الصاد دي داله في مين، في سين. حلو. وبيقول لك كمان ان ايه مثلا يعني دي صاد داله في سين. حلو. مثلا ممكن يقول لك ان العين مثلا دي داله في سين. ايوه يعني ايه العين داله في سين يا استاذ؟ يعني العين دي مثلا ممكن تبقى معادله شبه كده 4 سين زائد 5 سين تربيع زائد 4 مثلا. بص كده ان العين دي داله ايه، عباره عن سين، تغير السين ده هو اللي هيعمل التغير في مين، في العين. فعشان كده دي اسمها عين داله في ايه، داله في سين. حلو الكلام ده. طب تعالى بقى نشوفه هو كان كاتب ايه. هو بص كان كاتب لك التاني، تعالى كده نعملها. بيقول لك ايه، بيقول لك لو انا عندي داله في صاد، عندي داله في صاد وصاد دي داله في عين، يعني مثلا كمثال يعني ممكن نقول العين دي انا هفرض اي حاجه هي 4 صاد صاد زائد 5 اهو. بص العين داله في صاد، تمام، المتغير بتاعها هو الصاد. مثلا هنا دي الصاد داله في سين زي اي حاجه بقى اللي هي مثلا 4 سين زائد 6 مثلا، دي صاد اهي داله في مين، داله في سين، تمام كده. طيب هو بيقول لي ايه بقى، تعال نقنط بقى الكلام ده على الوايت بورد هنا. الاستاذ بيقول لي ان العين هي عباره عن داله في صاد، واحنا فهمنا يعني ايه داله في صاد ان شاء الله يعني، تمام. وقال لي ان الصاد مثلا دي عباره عن العين دي داله في صاد والصاد او السين مثلا. وكان كاتب ايه تاني معلش، كاتب ان الصاد داله في سين. الصاد ماشي هي داله في سين. حلوة. بص يا شباب، انت لما بتيجي تفاضل بتفاضل ازاي؟ بتفاضل تغير الحاجه دي بالنسبه لتغير الداله ذات نفسها. فانا مثلا لو انا هفاضل حاجه شبه كده مثلا اقول ان دي تفاضل ده العين اللي هو التغير اللي بيحصل في العين بناء على التغير اللي بيحصل في مين؟ في الصاد، صح كده؟ يبقى ده كده تغير اول واحده. طب الثانيه دي الشفره بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ اه ده التغير اللي بيحصل في الصاد بسبب التغير اللي بيحصل في ايه؟ في ده اللي هو تغير صاد بالنسبه للتغير اللي بيحصل السين. كل طبعا ما السين تتغير برقم هيغير لك الصاد ايه؟ برقم تاني اللي هو معدل التقارير اللي بيحصل يعني. طيب فبناء عليه لو انا جيت قلت لك انا محتاجك تجيب لي انا، طب خلي بالك بقى انت دي تعرف تجيب منها ايه؟ تعرف تجيب منها دي صح؟ ودي تعرف تجيب منها دي. طب انا هاجي بقى في المسألة هعمل معاك ايه؟ هو مش كتبها بشكل صح يعني، انا هكتبها بشكل صح عشان تبقى فاهم الحتة دي. انا مثلا قلت لك ايه، قول مثلا ان الصاد هي عباره عن داله في عين وان العين هي عباره عن داله في صاد. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. طيب انا دي ممكن اجيب منها ايه، انا ممكن اجيب منها تغير الصاد بالنسبه لتغير العين، صح كده؟ طب دي ممكن اجيب منها ايه، دي ممكن اجيب منها تغير العين بالنسبه لتغير السين. حلو الكلام ده، ده اللي احنا قلناه فوق. حلو الكلام ده كده ايه مفهوم اهو ان شاء الله يعني. طيب انا بقى دلوقتي طلبت منك المساله قلت لك لا انا هعطيك اهو الصاد واعطيك العين او الداله بتاعتهم، بس انا عايزك تجيب لي الدال صاد بالنسبه للدال سين. ايه ده، ثانيه واحده، انا هنا اول واحد ممكن اجيب منها الدال صاد على الدال عين، وتاني واحد ممكن اجيب منها ايه الدال عين على الدال سين، بس انا هجيب لك منين الدال صاد على الدال سين؟ بص كده، مش لو احنا جينا ضربنا اللي هي اللي هي الاولانيه دي اللي هي الدال صاد اللي هو تغير الصاد بالنسبه لتغير العين وضربناه تحت بقى اللي هي ايه تغير العين، ده العين بتغير الصاد، مش ده اللي انا عرفت اجيبه من اول معادله وده عرفت اجيبه من تاني معادله؟ بص بقى تغير العين هنا بين تغير العين هنا في المقام وتغير العين هنا في البسط، فممكن التغيرات دي تتلغى مع بعضها، تمام. فبالتالي ده هيطلع لك ايه تغير الصاد بالنسبه لتغير السين اللي انت محتاجه. ببساطه في المسائل اللي شبه دي بيطلب منك ايه، يقول لك انا هعطيك عين اهي والله داله في كذا وصاد قصدي داله في كذا وعين داله في كذا، تمام. وانا عايزك تجيب لي بقى ايه حاجه شبه كده، هتجيبها ازاي؟ انت ما تتعبش نفسك، انت شوف من الاولاني انت ممكن تجيب ايه. انا ممكن من الاولاني تجيب ايه دال صاد على دال عين، صح؟ طب ممكن التاني تجيب ايه، اجيب دال عين على دال سين. حلو. وشوف بقى انت لو ضربتهم في بعضيهم هيطلع لك اكيد الحاجه اللي هو كان ايه عايزها. فانت اول حاجه هتجيب المشتقه بتاع كل واحده منهم بعد كده تضربهم في بعضيهم. طب تعالى ندي مثال بسيط عشان ايه الدنيا توضح، نديها مساله يعني. انا مثلا جيت قلت لك والله ان انا عندي الصاد بتساوي 4 عين تربيع، معلش دي عين معوقة شوية، 4 عين تربيع زائد 2. حلو الكلام ده. وقلت لك والله ان العين بتساوي
2 س تربيع، حلو كده؟ وقلت لك انا عايز منك الدال ص على الدال س. تشغلش دماغك دلوقتي بالمطلوب، هتعمل ايه؟ هتروح تشوف هنا انا في الاولانيه دي ممكن اجيب ايه منها؟ اه في الاولانيه دي انا ممكن اجيب الدال ص على الدال عين، صح كده؟ طب والتاني دي ممكن اجيب ايه؟ طب الكلام ده بيساوي ايه؟ تعال نجيب الدال ص على الدال عين اللي هو الشروط بتاع الدي يعني. فهيبقى الاتنين في اربعه هيديك كام؟ ثمانيه، وعين اس اتنين تنقص منها واحد تتفضل لك ايه؟ عين بس. حلو كده؟ انا كده جبت المشتقه الاولانيه ايه؟ طبعا اشتقاق الثابت بصفر. حلو قوي. طب الثانيه دي، ده كده انا جبت ايه المشتقه بتاعت الاولانيه يعني. طب والثانيه دي ممكن اجيب منها ايه يا شباب؟ ممكن اجيب منها الدال العين، تغير العين بالنسبه لتغير ايه؟ السين، اللي هو هيساوي ايه المشتقه الاولى يعني؟ اللي هي هتساوي كالتالي، اللي هي عندك 2 هي 2 في 2 ب 4، يبقى 4 س. حلو قوي الكلام ده. انا دلوقتي جبت الدال عين على دال س، وجبت الدال ص على دال ايه؟ عين. مش انت لو خدت بالك ان هنا العين هنا انا مش عايز العين، بص الحاجه اللي هو طالبها منك ما فيهاش عين، فانا عندي العين هنا في المقام والعين هنا في البسط، فاكيد هيروحوا مع بعضيهم، فاقول له ان الدال ص على الدال س بيساوي دال ص على دال عين مضروبه في دال عين على دال س، دي هتروح مع دي هتفضل لي ايه؟ النادي. طب تعالى نضربه كده، دال ص على دال عين اللي هي مين؟ 8 عين، صح كده؟ آه في دال ص بتاع ده، في دال عين على دال س اللي هي 4 س بس اهو. طيب لو انت مثلا برضك عايز المشتقه دي، يقول لك انا عايزهم والله يكونوا حاجه، انا كاتب له اهو المشتقه الاولى بتساوي ايه؟ 8 عين زائد 4. طب انا مش عايز المعادله يكون فيها س بس، مش انا عارف ان العين بتساوي 2 س تربيع اهي المعادله اللي وعطوها لي اصلا، عوض هنا اهو، يبقى اذا الدال ص على الدال س بتساوي 8، العين بكام يا استاذ؟ العين ب 2 س تربيع، اهو 8 في 2 س تربيع مضروبه في كام؟ في 4 س. بس انت كده خليت المعادله كلها في الس، تمام؟ المشتقه الاولى في الس بس كده، بس مش هي دي الحته اللي هو كان بيشرحها يعني، بس هو ممكن يكون لخبط في الحته دي او انا اللي ملخبط مش عارف يعني، بس انا شرحت لك ده ان شاء الله صح يعني ما تقلقش. طيب هو كان عايز يشرح ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي لو انا عندي لا هو كان عايز يشرح اللي انا قلت عليه، او تعالى مثلا هنا بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا ص عباره عن داله في مين يا شباب؟ الص داله في السين، حلو؟ وعندي السين داله في العين، طب انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك تفاضل الصاد بالنسبه للعين، يعني انا عايز منك الدال صاد على الدال عين. طب انا اجيبها ازاي دي؟ ما تشغلش بالك باللي هو عايزه، تعمل ايه؟ تروح تشوف ان انا ممكن اجيب منها ايه؟ دي ممكن اجيب منها الدال صاد، تعالى اكتب بس بلون يكون واضح معلش عشان تبقوا شايفين، تعالى نجيب من كل واحده ايه؟ كده مثلا، دي اعرف اجيب منها الدال صاد على الدال س اللي هي هتساوي كام يا شباب؟ دي 10، اصلا 10 س المشتقه بتاعتها ب 10، حلو؟ ومن هنا اعرف اجيب ايه يا شباب؟ من هنا ممكن اجيب الدال س على الدال عين، صح الكلام ده؟ طيب هتجيب تساوي كام؟ 15 يعني، بس الموضوع بسيط جدا. طيب فدلوقتي انا عندي، بص عندي دال ص على دال س وعندي دال س على دال عين، بص هتلاقي دايما بعد ما تحل المساله هتلاقي ان عندك في حاجه في المقام وحاجه في البسط وهو مش عايزها، فهتضرب الاثنين في بعضيهم، فببساطه هيبقى الدال ص على دال عين هيساوي المشتقه الاولى اللي هي ال 10 دي في ال 15، 10 في 15 اللي هي هتساوي معاك كام؟ 150. اتمنى تكون الحته دي يعني ايه واضحه ان شاء الله. فانت ما تشغلش دماغك هو عايز ايه، انت شوف انت هتعرف تجيب من هنا انا مشتقه وتعرف تجيب من هنا انا مشتقه، ولما تطلع تضربهم في بعضيهم هتلاقي ان انت طالع زي ما انت ايه زي ما انت عايز من غير ما تتعب نفسك يعني. هنا اهو قال لك ان ص بتساوي 10 س والس بتساوي 15 عين، حلو. فجاب المشتقه الاولى بتاعت ايه اللي هي دال ص على دال س هي طلعت ب 10، وبعد كده وجاب الدال من هنا بقى، من اول واحده جاب الدال ص على دال س، هنا جاب دال س على دال عين طلع له 15، يعني 10 و15. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك احنا لو جينا بصينا هنلاقي الدال ص على دال عين هي عباره عن الدال ص على دال س مضروبه في دال س على دال س، دي هتروح مع دي، فبعد كده تفضل لك دال ص على دال عين اللي هي 10 و15 هتدور لك 150، تمام؟ اتمنى تكون الفكره دي ايه؟ مفهومه يعني. هنا بيقول لك بقى التفاضل العكسي بيساوي واحد، يعني انت لو عندك ص داله في س، يعني انت مثلا عملت كده عندك، بص كده لو انت عندك نفس بس لازم يكون نفس المعادله اظن يعني، اه نفس المعادله اكيد يعني. لو عندي ص مثلا بتساوي حاجه في السين، حلو كده؟ يعني مثلا داله في السين، حلو؟ وعندي السين برضك داله في ايه؟ داله في الص. السين برضك هي عبارة عن دالة في الصاد،
فانا ممكن اجيب من هنا يا شباب، من هنا ممكن اجيب الدال صاد على دال سين، ومن هنا ممكن اجيب ايه الدال سين على دال صاد. لو خدت بالك ان هي بس مقلوبه، فالضرب بتاعهم هيطلع لك ايه بواحد. ماشي، ممكن نبقى نثبتها يعني لو انتوا حابين، يعني هي بسيطه. طيب تعالى بقى نخش بقى في التطبيق، يعني فوق من اللي فات ده كله بقى، لو انت فهمته ان شاء الله، عايزين نبدا بقى نشوفه الكلام ده انا بستفيد منه في ايه بقى. يعني انا عرفت تفاضل حلو قوي، بعرف اعمل تفاضل دلوقتي، عايز بقى ايه احل المشاكل المسائل اللي عندي. بيقول لك دلوقتي مثلا لو احنا فرضنا ان تكاليف الكليه اللي عندك دي هي ص، وحجم النتيجه اللي انت بتنتجه والله هو س، زي فاكر انت لما عملنا المعادله الاولانيه اللي هي عدد الصفحات واليوم والكلام ده، فانت عندك ايه معادله، انا اعطيك المعادله والله الص هي عباره عن داله في السين، يعني تغير السين ده بيغير في مين؟ في التكاليف الكليه، يعني تغير حجم الانتاج كده هيغير في التكاليف الكليه. انا مثلا لو واحد والله بصنع صابون، تمام؟ فالتكاليف الكليه للصابون اللي انا هصنعه متوقفه على الكميه اللي انا ايه؟ اللي انا هنتجها، صح كده؟ لو انا عايز ادمج 10 كيلو 10 100 حته صابون، تمام؟ محتاج قد ايه بقى من المواد بتاعت الصابون؟ اكيد التكلفه هتبقى ايه؟ اكبر من ان انا هنتج مثلا 50 بس، تمام؟ طيب هو هعطيك المعادله اللي بتوصف التغير التكاليف الكليه بالنسبه لحجم الانتاج، حلو؟ فيعني جزاه الله خير. طبعا انا عايز اقول لكم ان الصعب بقى اللي فيه في دماغي يعني ان هو يشرح لك الكلام نظريا كده وانت تحاول تطلع المعادله منه. بس انا ده ما بيحصلش في مصر يعني، فما علينا. المهم يعني احنا عندنا التكاليف الكليه ص، تمام؟ وعندنا حجم الانتاج هو السين، وهو عاطيني جزاه الله خير عاطيني المعادله اللي بتوصف الكلام ده. طيب انت مطلوب مني ايه؟ بيقول لك انا مطلوب منك تحسب التكلفه الحديه عندما يكون حجم الانتاج 10 وحدات. ايوه، يعني ايه التكلفه الحديه دي؟ يقصد بيها التغير اللي بيحصل في السين بالنسبه للتغير اللي بيحصل في الصاد بالنسبه للتغير اللي بيحصل في السين. يعني هو ببساطه عايز منك الدال صاد على الدال سين عند السين بتساوي 10. يعني بعد ما تجيب الكلام ده هيبقى عندك سينات، تشيل كل سين تحط لي مكانها كام؟ 10، تمام؟ طيب تعالى نشوفه هنحل الكلام ده ازاي. الكلام ده بصوا الحل بتاعه ابسط مما يمكن. طب ازاي؟ انا مش عايز يعني ايه، عشان برضك ما اطولش في وقت الفيديو، فخليني ان انا ايه ابدا احل التفاضل هنا يعني. طيب انا هنا تعالى كده هنفول 3 في طولت، هيطلع لي بواحد. يبقى اذا انا طبعا عايز اجيب دلوقتي شاط شرط اللي هي ده صاد على ده س، هنساوي كام؟ 3 في طولت هيطلع لي ايه؟ بواحد، تمام؟ هي بتفضل لي ناقص من 3 دي واحد، هتفضل لك س ايه؟ تربيع. طيب ناقص ايه؟ 2 في نص. هو بص هعملها لك بسيطه عشان تطلع الناتج على طول، طبعا 2 في نص بواحد وس ايه؟ و2 دي زي ما هي، تمام كده؟ زائد 10 س دي 10 اس 1، صح كده؟ ف1 في 10 ب 10، والس اس 0 ب 1 مش هنكتبها طبعا، تفاضل الثابت هيبقى بصفر، شرحناها كذا مره. طيب يبقى اذا دلوقتي انا عندي الاشقاق اهو. طب انت عايز التكلفه الحديه عند حجم الانتاج بكام يا استاذ؟ بيقول لك لو انا انتجت 10 وحدات. طيب تعال نعوض كده، ص شرطه لما تبقى س ب 10، عند س ايكوال 10، الكلام ده بيساوي كام؟ اهو تعالى شيل كل س وحط مكانها 10، هيبقى 10 تربيع ناقص 10 زائد 10. حلو قوي، ناقص 10 زائد 10 بيروحوا مع بعضيهم، فتفضل لك 10 اللي هي س تربيع اللي هي تطلع لك ب 100، تمام؟ يعني التكلفه الحديه اللي هي شات شرطه، معلش انا كتبت لي صفحتين، اللي هي شات شرطه بتطلع بكام يا شباب؟ هتطلع معاك ب 100، بتيكوال 100. بس انت كده خلصت المساله، 100 جنيه كمان، انا نسيت اكتب الجنيه. طيب بعد كده مثلا تعالى بقى هنا بقى بصوا، يعني معلش استحملوني، هي دي اخر مساله، مش مفيش تاني يعني، بس استحملوني في انها نفهم ايه الفكره من المساله دي. هنا بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي بيقول لك اذا كان الايراد الكلي من بيع سلعه ما، انا دلوقتي ببيع صابون، خلينا في الصابون نغير بقى انت حاجه تانيه. ببيع مثلا ايه؟ صابون، ماشي مش فارق. طيب انا دلوقتي مثلا ايه بيقول لك إيه؟ اذا كان الايراد الكلي من بيع سلعه معينه اللي هي مثلا الصابون، هو صوت يعني، انت مثلا وواحد عندك محل صابون مثلا، عدد القطع اللي بتبيعها دي في الاخر التكلفه الايراد الكلي اللي انت بتكسبه يعني، اللي هو المبيع بتاع اليوم يعني بمعنى صح، هو الصاد ده. حلو، حيث صاد، بص بقى بيقول لك ان التكلفه الكليه اللي هي الصاد دي بتساوي السين في عين. طب ما هو لازم يقول لك مين السين دي ومين العين دي. بيقول لك ان السين دي هي عدد الوحدات المبيعه، انا بعت كام قطعه صابون في اليوم، تمام؟ والعين دي هي سعر بيع الواحده. حلو كده، حلو، يعني دلوقتي عددهم في سعرهم. يعني اديك مثال طبعا قبل ما نخش في المساله ذات نفسها، ولا مش عايز المساله لسه ما قالش المساله، بس انا بحاول افهمك المساله عباره عن ايه. هو بيقول لك ان الايراد الكلي عندك الايراد بتاعي، لو عايز احسب الايراد بتاعي، لو انا بعت مثلا 5 قطع صابون والقطعه بجنيه، هتقول لي ده كده ايراد اليوم هيبقى عباره عن 5 قطع صابون اللي هو الخمسه في واحد، عشان القطعه بسعرها بجنيه، صح؟ فبالتالي الايراد الكلي هيبقى بكام؟ 5 جنيه، صح كده الكلام ده؟ صح كده الكلام. فانت حتى الان فاهم المساله عباره عن ايه، بس بيقول لك ايه بقى؟ مشكله
ان انت مش واحد بس بتبيع صابون، انت واحد بتوزع كمان. فبيقول لك ايه بقى؟ اوجد الاراده الحادي بفرض النعيم تتغير بتغير سين. يعني ايه كعين عين بصوت سين؟ عين دي السين دي هي عدد الوحدات صح كده، والعين دي هي سعر الوحده. فبالتالي بيقول لك ان السعر بيتغير بتغير الكميه اللي انت بتاخدها. يعني ايه؟ زي بالظبط كده لما تيجي تتعامل مع اي تاجر جمله، يجي يقول لك ايه، تيجي تقول له والله سعر الحاجه دي كام، يقول لك والله سعرها 2 جنيه. تيجي تقول له بس انا ما ينفعش اقل من كده، بتقول لك هتاخد قد ايه. هتاخد قد ايه دي معناها ايه؟ ان انت والله لو تاخد مني كميه هقلل لك في السعر، بدل 2 جنيه هخلي لك جنيه ونص مثلا. فاهم الفكره؟ فبالتالي هنا بيقول لك ان السعر بيتغير بتغير الكميه. حلو كده؟ على الاساس العلاقه التاليه، بيقول لك ان السعر بالنسبه لي هو عباره عن 5 ناقص 3% س تربيع. تمام؟ طب تعالى عشان افهمك الحته دي عباره عن ايه. هو معناه هنا عايز يقول لك ان انت كل ما هتزود الكميه اللي انت هتاخدها كل ما انا هقلل لك السعر. طب تعالى نفترض دلوقتي عايزين نعرف السعر، لو انا هشتري منك قطعه واحده، السعر انت هتشتري مني قطعه واحده هيبقى 5 ناقص 3 من 10 في 1 ب 3 من 10، يبقى 5 ناقص 3 من 10 الكل ده ايه؟ تربيع. الكلام ده يساوي كام يا شباب؟ 5 ناقص 3 من 10 هي 4.7، 4.7 من 10، كل ده تربيع. طب تعالى نحسبه بقى ايه؟ تربيع الاستاذه دي بكام؟ ماشي زي ما احنا هنا عايزين كالكوليتر. 4.7 لكل ايه؟ تربيع. حلو؟ كام يا استاذ؟ كده سعر القطعة يا شباب كام؟ 22 جنيه و9 من 100، خلينا 22 جنيه يعني. ماشي؟ طيب لو انت يا استاذ السعر، لو انت هتاخد مني قطعتين او هتاخد مني 5 قطع، هتاخد مني 5 قطع، السعر هيبقى كام يا استاذ؟ تعالى والله نشوف الكلام ده. المفروض انت عندك هتاخد مني 5 قطع، يعني هتبقى 5 ناقص 3 من 10 في 5. حلو الكلام ده كله يا استاذ، الكلام ده كله تربيع. يلا بينا نكتبها هنا، نقول له معلش مسحنا الهري اللي احنا كنا كاتبينه ده. تمام، قول له افتح لي جوز كده واكتب لي التالي، 5 ناقص 3 من 10 في 5. ماشي، اقفل الكوز بقى، وعايز الكلام ده كله قص 2. يلا بينا. قال لك السعر هيبقى كام ساعتها؟ بص السعر اختلف ازاي. سعر القطعه بالنسبه لك دلوقتي بقى 12.5 جنيه. تمام، فانت لو تاخد مني قطعه هبقى لك ب 22 جنيه، تاخد مني 5 قطع هبقى لك بكام؟ ب 12.5. طبعا كل ما تزود بعض القطع بتاعتك كل ما انا هديك سعر ايه؟ احسن واحسن. تمام، فبالتالي هي دي المعادله. يعني ببساطه هو عايز يفهمك ان السعر بيتغير على حسب الكميه اللي انت ايه بتاخدها بالنسبه. طبعا ده نظام التجاره يعني بشكل عام. طيب هو عايز ايه بقى مني في الاخر؟ معلش احنا طولنا في الحته دي. هو عايز يقول لك انا عايزك تجيب لي التغير اللي عايزك تجيب لي اسمها ايه؟ اوجد الايراد الحادي. الايراد، ها الايراد اللي هو مين؟ اللي هو الصاد ده، يعني هو عايز مشتقه الصاد. تمام، بفرض ان عيم تتغير مع مين؟ مع سين. طيب الاستاذ ده انا هعمله ازاي؟ قال لك والله تعالى اول حاجه نبدا نجيبه المعادله الاساسيه. انا عارف ان الصاد بتساوي س في عين، بس عين دي متغيره، طب عوض بالتغير بتاعها اهو على كده. طبعا ده اسهل يعني. بص الصاد بتساوي س في عين، طب السين اهي، طب مين العين دي يا استاذ؟ العين اللي هي التغير اللي بيحصل ده، السعر اهو بيتغير. فانا احط يعني هنزل التغير اللي بيحصل في السعر ده هنا معايا، يبقى 5 ناقص 3 من 10 س. الكل يا شباب الكل تربيع. حلو الكلام ده، الكلام ده كده كويس. طيب انت عايز مين؟ عايز تكلفه لحد يعني؟ عايز الشوت شارت او تغير الصاد بين تغير السين. هقول له الصاد شارت تساوي ايه؟ بص كده انت عندك دلوقتي حاجه مضروبه في حاجه. طب هنحلها ازاي؟ اللي هي الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى. تمام، طب تعالى نشوف الكلام ده اهو. قال لك ده حاصل ضرب دالتين س ايه في الكلام ده، هيبقى الاولى، او بص كده هو الداله الاولى س، ففضل الداله الاولى 1، الداله الثانيه هكذا. ففضل الداله الثانيه اللي هي ايه بقى؟ تعالى بقى نفك فضل القوس ده. المفروض الكوز ده يا شباب بيتعمل ازاي؟ اول حاجه بتنزل اللي فوق ده بتنزله قدام هنا. تمام، تضربه في الثابت اللين، لو ثابت هنا 1 تحط اضربه في 1، هنا طبعا ثابت هنا 1، هيبقى عندي التفاضل بتاع حاجه شبه كده، هي عباره عن 2 مضروب في الكوز زي ما هو بس ناقص 1. 3 من 10 انا بعمل ايه؟ ماشي، ممكن يا شباب 3 من 10 يعني س، الكل اس كام بقى؟ 2 ناقص 1 هيفضل لك ايه؟ 1 هنا اللي هو ما بيتكتبش يعني. طيب
ده كده ايه ده تفاضل ما بداخل الكوس، يعني الكلام ده كله يتضرب في مين بقى؟ كل شويه كام بقى؟ طبعا تفاضل الخمسه ده بصفر، تفاضل السالب 3 من 10 في س اللي هو سالب 3 من 10. انا كده جبت التفاضل بتاع القوس اللي مرفوع للقص، تمام؟ طيب تعالى بقى شويه نسال شويه. انا عندي دلوقتي في ثوابت اللي هي سالب 3 من 10 وعندي الاثنين، طب نضربهم في بعضيهم. سالب 3 من 10 في 2 هيطلع لي سالب 6 من 10، تمام؟ مضروبه في القوس اللي هو 5 ناقص 3 من 10 س. بس كده انت دلوقتي جبت الايه؟ جبت الداله المشتقه بتاعت الداله الثانيه، تمام؟ اللي هو الفضل الثالث الثاني اللي هو فين اهو، بص هتلاقيه كاتبه اكيد زي ما انا كاتب ان شاء الله. اه هو بقى بعد ما خد السالب 6 من 10 دي وزعها هنا، فده طبعا ده مش لازم تعمله يعني، ملوش لازمه يعني. بس ماشي ممكن تعمله يعني. طيب ده طيب ده دلوقتي انا جبت ايه؟ جبت اللي هو الداله الاولى وده التفاضل بتاعها ودي الداله الثانيه والتفاضل بتاعها، فبنطبق القاعده الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى، هيطلع لك الشكل ده اهو. الاولى اللي هي السين تفاضل الداله الثانيه اللي هي دي، سالب 3 س سالب 3 بقت 18 من 10 18 من 100 س، زائد الثانية اللي هي زي ما هي اهي في التفاضل الأولى اللي هو بإيه؟ بواحد، تمام؟ يختصر بقى الكلام ده، وبعد ما يختصر الكلام تبدأ بقى تبدأ من زي ما اتفقنا، تبدأ من عند الأس الكبير اللي هو س تربيع، وتبدأ تشوف والله فين الحاجات اللي عندك فيها س تربيع. أه تعالى نبص كده مع بعض الحاجات اللي فيها س تربيع أهو، دي فيها س تربيع ودي فيها س تربيع. طيب 18 من 100 زائد 9 من 100 يطلع لك 27 من 100 س تربيع. بعد كده الحاجات اللي فيها س، الحاجات اللي فيها س عندك سالب 3 س وسالب 3 س يبقى سالب 6 س. بعد كده عندك فيه هنا ايه تاني؟ ثوابت، فين الثوابت اللي هي سينوس الصفر؟ ما فيش غير 25، فين زي ما هي 25. يبقى اذا انا جبت ايه؟ الدال ص على الدال س، تمام؟ طبعا الشرح اللي قلته في الاول ده ما يعني للفهم ليس الا يعني، بس الحل بتاعها بسيط، انت هتجيب المشتقه بتاعتها وجبت المشتقه بتاعتها. اه طب انت عايز بقى الايراد الكلي عندي كام يا استاذ؟ اه قال لك انا عايزك الايراد الكلي لو انت بعت لي 20 وحده. طب تعالى نشوف، لو انا بعت لك 20 وحده الايراد الحد هيبقى مش ايراد الايراد الحد، اه هيبقى كام بقى؟ هنشيل كل س ونحط مكانها بكام؟ ب 20. يعني انا هشيل كل س ونحط مكانها 20، انا هشيل كل س ونحط مكانها 20، تمام؟ طيب فبقى عندي 7 من 27 من 100 في 20 سالب في 20 تربيع، خلي بالك عشان هنا في تربيع، في 20 تربيع سالب 6 في 20 عندك 27 من 100 س تربيع سالب 6 س زائد 25 اهو. نبدا بقى ايه نشيل الس دي نحط مكانها ايه؟ 20 20 هتبقى 27 من 100 في 20 تربيع ناقص 6 في 20 زائد 25، تمام؟ فيطلع لك الكلام ده، هيطلع لك هنا 100 طبعا على الآلة بقى، هيطلع لك هنا 108 ناقص 120 زائد 25 في الآلة تطلع لك كام؟ 13 جنيه، تمام؟ وانا برضه كنت ايه يعني، تعالى اوريكم حاجة هنا لو انت حابب تشوف يعني حاجه شبه كده شكل الجراف اهو. بصوا كده جراف، هنا كتبت التفاضل اللي احنا وصلنا له 27% س تربيع ناقص 6 س زائد 25. فبص بقى لو انا بعت 20 قطعه، تعالى كده نبصوا، او بعت 20 قطعه عند الس بكام؟ عند الاكس بكام؟ ب 20. تعالى كده نقرب نيجي نشوف كده التقاطع مع المحور بتاع التفاضل ده اهو، قال لي عند ال 20 قطعه هتاخد الايراد الحد الكلي بتاعك كام؟ المحاضره في الاخر النتيجه طلع كام؟ 15 13 جنيه اصلا. ايه تاني بقى؟ بيقول لك خلي بالك التمرين بالكتاب يحتوي على اخطاء مطبعيه. آه مش ايه حاجه شبه كده يا شباب، وعايزك تجيب لي الدال ص على دال س. طبعا انت خلاص فاهمين الحته دي، بس انت التركية عندك هنا ايه؟ ان هو هنا حاطط لك مقام وبسط، حلو كده بسط ومقام، وكمان البسط ذات نفسه فيه ضرب، تمام؟ فعندك حلين، عندك ايه؟ عندك حلين. اول حل ان انت تختصر البسط ده وتخليه حد واحد بس بحيث انت تعرف تطبق التفاضل بتاع المقام. الحل التاني بقى واللي هو اللي هياخد منك وقت اكتر يعني، ان انت تعمل ايه؟ اول حاجه هيبقى ايه بقى؟ تفاضل لما تيجي تحسب كل مره تفاضل البسط هيبقى تفاضل اللي هو ضرب قوسين، فاهم الفكره؟ اللي هو الاولى في تفاضل الثانيه ده الثانيه في تفاضل الاولى، ملهاش لازمه يعني. فانت ممكن في البدايه يعني من وجهه نظري يعني الاسهل ده تعمل التاني. اول حاجه انا محتاج اختصر الجزء اللي فوق ده، ده هيبقى اسهل لي يعني. بختصره ازاي؟ اه بص ببساطه ممكن نعمل ايه؟ هنقوله
انا عايز اختصر جزء اللي فوق ده، صح؟ طيب جزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ الصاد بتساوي بقى، تعالى يلا بينا هناخد السين دي ونوزعها فين؟ هنا وهنا، تمام؟ فانا عايز اكتب بقى على ايه؟ عشان عايز الكلام ده يكون ثابت، هيبقى عندي 3 السين في 3 سين هيطلع لي 3 سين تربيع. طيب بعد كده السين في سالب 1 هيطلع لك كام؟ سالب سين. حلو الكلام ده، الكلام ده بعد كده زائد ده، يعني لو عايزين 2 بقى في 3 سين هيطلع لك 6 سين. حلو، بعد كده 2 في سالب 1 هيطلع لك سالب 2. الكلام طبعا الكلام ده كله على سين سالب 5. طيب تعالى نشوف الكلام ده، تعالى بقى نكمل اختصار. يبقى عندي هنا سين ناقص 5، وهو بقى ايه؟ بص بقى، طبعا سين تربيع، مفيش سين تربيع تاني، بتنزل زي ما هي، يعني 3 سين تربيع. طيب هنا عندي سالب سين وزائد 6 سين، اتفضل لك كام؟ اتفضل لك زائد 5 سين، وفي الاخر سالب 2 دي ثابت لوحدها. بس انا كده اختصرت الموضوع، ممكن بقى ابدا التفاضل بتاعي بقى عباره عن ايه؟ بسط ومقام، اللي هو المقام تربيع ده البسط في المقام، ده المقام في الايه؟ المقام في مشتقة المقام في مشتقة البسط زائد ناقص البسط في مشتقة المقام. فتعالى بقى ايه نجرب نعمل كده. طبعا المفروض في الاخر يطلع معانا الناتج ايه زي ما هو ايه طالع معاه هنا. فتعالى كده نجرب ونشوف الكلام ده على يطلع معانا كده ده مظبوط ولا لا. فتعالى نشوف، اول حاجة هنبدأ نعمل ايه؟ ابدأ بقى اكتب بقى، ابدأ اقول والله طبعا خلي بالك دلوقتي المعادلة بالنسبة لي هي دي، ماشي؟ فدلوقتي هبدأ أقول بقى أنفذ بقى الصوت شارت. بتساوي إيه الصوت شارت؟ المقام تربيع، ماشي أهو، السين ناقص 5 كل إيه؟ تربيع، ماشي. بعد كده قال لك المقام اللي هو السين ناقص 5، ماشي. ماله؟ مشتقة البسط. طب مشتقة البسط كده، مش هتعجب مشتقة البسط عشان تبقى على جنب كده معانا، مشتقة البسط هتساوي سين تربيع في 3، فيبقى 6 سين زائد 5 وسالب 2 هتبقى في 6، دي مشتقة البسط. تمام، يبقى الكلام ده مضروب في كام؟ في 6 سين زائد 5. حلو كده. بعد كده البسط فيه مشتقة سالب البسط اللي هو كام بقى؟ اللي هو 3 سين تربيع زائد 5 سين سالب 2، في مشتقة يا شباب مشتقة المقام اللي هي عبارة عن 1، لأن أنت سين ناقص 5 المشتقة بتاعها هيبقى كام؟ 1، فمش هكتبها يعني خالص. طيب تعالى نكمل اختصار بقى. سات شارت هتساوي إيه؟ تصير الكلام اللي إحنا كتبناه ده، انا عندي هنا في قوسين مضروبين في بعضهم، لو انت عايز توصل للنتيجه النهائيه يعني، انت ممكن لحد هنا انت كده خلاص جبت الاشتقاق اصلا، خلصت انت كده، تمام؟ عايز تكمل بقى وتعمل الاتصالات، اعمل اتصالات براحتك يعني. طيب تعال نعمل اتصال كده برضه عشان ابقى خلصت معاكم الجزء ده. عندك السين مثلا، طبعا انت ممكن توزع القوس ده هنا او توزع القوس ده هنا في الشرح، مش نبدا بالستة سين، نوزعها على الطرفين دول. فعندك 6 سين في سين هيطلع لك 6 سين تربيع، بعد كده 6 سين في سالب 5 هيطلع لك سالب 30 سين، بعد كده 5 في س هيطلع لك 5 س يبقى زائد 5 س، بعد كده 5 في سالب 5 هيطلع لك سالب 25. وخلي بالك بقى هنا سالب ده مضروب في كل الحدود دي بعد السالب هي مضروبه فيه، تمام؟ هنبدأ نكمل الحته دي. سيبقى عندي في سالب 3 س تربيع سالب 5 س وسالب في سالب بموجب، يبقى يطلع لك ايه؟ موجب 2. حلو الكلام ده. بس تحت انا نفك برضك تحت التربيع اللي تحت ده، نفك مربع الاول س تربيع، مربع الثاني اللي هو موجب 25، الاول في الثاني في 2، الاول س في سالب 5 يطلع سالب 5 س في 2 يبقى سالب 10 س، سالب 10 س. طيب يلا بينا نعمل بقى الاختصار الاخير، نعمل الاختصار الاخير في الحته دي مثلا. الصوت شارت تساوي ايه بقى؟ هنجمع الس تربيع مع بعض، وعندي كام س تربيع؟ عندي 6 س تربيع سالب 3 س تربيع، يطلع لك كام؟ 3 س تربيع. طيب وعندي 30 س زائد 5 س سالب 30 س زائد 5 س ناقص 5 س. طب 5 س ناقص 5 س هيروحوا مع بعض، يعني تفضل لك سالب 30 س. ايه تاني كده؟ انا خلصت من س تربيع وخلصت من السينات اللي موجوده في المقام في البسط قصدي، وسالب 25 زائد 2 هيطلع لك ايه؟ سالب 23، ماشي. طب المقام تحت نرتبه بس، هيبقى عندك س تربيع سالب 10 س زائد 25، يعني انا ارتبه يعني ابدا بالقص الكبير وبعد كده انزل واحده واحده، س نص 2 بعد كده س نص 1 بعد كده س نص 0 اللي هي السالب ده، تمام؟ فتعالى كده نبص هل هو ده بص اهو ده نفس الناتج اللي طلع معانا بالظبط اهو تحت اهو 3 س تربيع اهو، مش عارف هو باين كده ولا لا،
تلاتة، بص هنا ده الناتج الأخير، عندك تلاتة س تربيع ناقص 30 س ناقص 25 على س تربيع ناقص 10 س زائد 25. فالفكرة إن الحركة اللي إحنا عملناها دي هتسهل عليك الإيه؟ الأمور شوية، تمام؟ عشان خاطر إيه؟ عايز أنت تحسبها بقى بالطريقة التانية، مش عايز تختصر وتبدأ تعمل التفاضل ده على جنب لوحده يعني، اعمله مش مشكلة. لو أنت مجنون معاك 30 يعني إن شاء الله. بس انت كده فهمت يعني ايه تفاضل، وكنت بتعرف تتفاضل دلوقتي مع الحاجات، تعرف يعني ايه التفاضل الحادي اللي هو الحاجه اللي بيقول لك الاراد الحادي. الاراد الحادي معناه ان انت تجيب لي المشتقه وتعوض بالحاجه اللي انا السين بالرقم اللي انا هدوله. يعني مثلا هنا اهو يعني لك انا عايزك تجيب لي الاراد الحادي بفرض ان عين مش عارف ده في سين، ماشي. داخل انت جبت ايه؟ جيت عوضت بقى، شلت العين دي بتساوي كام سين وعوضت في المعادله الاساسيه بتاعتك، وطلعنا ان الصاد بتساوي الرقم ده. بعد كده جبنا الصاد شرطه، بمجرد ما جبنا الصاد شرطه اللي هي كانت تحت ايه؟ فين الصاد شرطة اهي دي احنا جبناها. اول ما جبنا الصاد شرطة اهي، صاد شرطة اهي، اول ما جبناها شلنا كل س وحطينا مكانها 20. ليه؟ لان هو قال لي عايز الراد الحادي عند الكمية اهو، عند ب 20 واحدة اهو، تمام. طيب اللي فيها برضك نفس الكلام، هو عايز ايه؟ قال لك انا عايزك تكتب تحسب لي التكلفة الحدية. بقى لك كلمة حدية دي معناها ان هو عايز المشتقة يعني معدل الطاقة. فاحسب التكلفة الحدية عندما يكون حجم الانتاج كام؟ 10. يبقى انت هتجيب الصاد شرطة وتعوض عند س بكام؟ ب 10. بس كده، أتمنى الدنيا تكون واضحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.